يا صباح الخير يا اللي معانا سيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. صباح الخيرات عليكم جميعا، وإن شاء الله حضراتكم تستمتعوا وتسعدوا معانا بحلقة النهاردة، حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل. صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال على حضراتكم، ويا رب دايما نقول برضو صباح النصر على كل مشاهدينا في كل مكان في العالم، وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. نبدا ننوه عن الفقرات زي ما احنا متعودين، خلينا ننوه لحضراتكم. هيبقى معانا فقره اللي كتير من الناس بيطلبوها، هي النوستالجيا، نوستالجيا الاهلي، مع الاستاذ محمد مصطفى مدير المحتوى الوثائقي بقناه الاهلي. الفقره الثانيه هيكون معانا كابتن ايهاب جلال، مدرب حراس مرمى الاهلي السابق ومدرب منتخب مصر للشباب حاليا. طيب قبل برضو ما ندخل مع حضراتكم في تفاصيل حلقة النهاردة، النهاردة ما فيش شكل يوم مميز، يوم الشهيد، فطبعا تحية تقدير وإجلال واحترام وامتنان لكل أسرة مصرية ولكل بيت مصري في يعني فقد حد من أبنائه، وفي بعض الأحيان فقد أكتر من ابن من أبنائه. يعني طبعا شيء محترم جدا جدا جدا، والحقيقة أي كلام مش هيبقى له معنى قصاد هذا النوع من التضحيات. احنا بنتكلم على الجنود المصريين بصفة خاصة اللي طول عمرهم بيقدموا بطولات، بالمناسبة إلى يومنا هذا يا نهاوند يعني بتدرس في كل معاهد وأكاديميات العالم العسكرية، فطبعا تحية لروح كل شهيد. وكمان تحية للأم بقى، شفنا بقى نربطها بالأم طبعاً. لأن احنا امبارح كنا لسه بنتكلم عن اليوم العالمي للمرأة، إن احنا شفنا لقاءات كتيرة جدا قبل كده في الإعلام مع زملاء مختلفين، ويمكن أنا كمان كنت من الناس اللي عملت لقاءات مع أهالي شهداء. قد إيه الأم لما تتكلم معاها أم الشهيد بتقول لك أنا لو عندي ابن تاني هوديه، هوديه عشان البلد، هوديه عشان مصر. فروح جميله جدا، ما اعتقدش في ام يمكن في الدنيا بالاحساس ده او بالروح دي. ربنا يخلي لنا كل امهاتنا يا رب، ويرحم كل الشهداء. الحقيقه يعني موقف زي كده الواحد بيبقى واقف عاجز، طب هترد ما عندكش حاجه تقولها فعلا. ايه ده، ايه ده، ايه الفدائيه دي، وايه حب البلد دي، وايه الاسر اللي ربت ولادها على الرجوله وعلى تحمل المسؤوليه. صح. وعلى الفدائيه بالمعنى الحرفي. احنا بنتكلم على انتحاريه في بعض الاحيان، بقول لك قصص بتتحكي في كل ما اكاديميات العالم العسكريه الى اللحظه اللي احنا فيها. فطبعا يعني اي كلام مش هيبقى بنفس قيمه اللي يعني الحاجة. وجود شهيد في كل بيت يعني او في اي بيت من البيوت المصريه، فطبعا يعني تحيه وتقدير واجلال. طيب زي ما انا هود بتقول لحضراتكم، احنا امبارح كنا بنتكلم معاكم عن اليوم العالمي للمراه، وللاسف الشديد يعني بالتوازي مع ده واحنا بنتكلم عن حقوق المراه، حابين نعلق على وقعه تحرش. للاسف الوقعه دي كان ليها ردود افعال كتير جدا علينا امبارح، شفناها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والحمد لله انتهت بالقبض على هذا المتحرش. اللي حصل ان واحد يعني شكله استدرك طفله لمدخل عقار من العقارات وتحرش بيها، والحمد لله ان كاميرات المراقبه اظهرت هذه الواقعه. والحقيقه في سيده جريئه اتدخلت وواجهته وبلغت عنه، وبالتالي مع انتشار خبر الواقعه على كل وسائل التواصل الاجتماعي اشتعلت ردود الافعال الغاضبه. بص بقى، من القصه دي طبعا انا هكملها مع حضراتكم، لكن في الجزئيه اللي كريم اتكلم فيها في نقطتين ايجابيتين جدا. اولا ان في كاميرات كانت موجوده طبعا. وده شيء اعتقد احنا بنطالب بيه دايما، يعني بيسهل يعني عمليه القبض على الجناه بشكل كبير جدا. نتمنى طبعا. كل الجهات تحط بجد كاميرات مراقبه في يعني المنشات كلها، دي حاجه. النقطه الثانيه بجد فكره هنا بقى يعني المراه المصريه واللي هي كنا لسه بنقول امبارح البطله القويه اللي عندها حنيه، بس اللي وقفت بتدافع هنا عن الطفله دي وما خافتش وطلعت وواجهته. على فكره لو شفت انت الفيديو يا كريم، كان في الاول عمال يبجح وبعدين قامت قالت له بص، شاورت كده، والصوره دي منتشره جدا على السوشيال ميديا. وهنا بقى نروح لنقطه ذا باور اوف سوشيال ميديا، زي ما بيقولوا قوه السوشيال ميديا، شبكات التواصل الاجتماعي فيما يخدم بقى المجتمعات، لان ليها شق ثاني بصراحه سلبي، لكن هو ده الشق الايجابي اللي نتمنى نستخدمه دايما بس في شبكات التواصل الاجتماعي. الواقعه دي لو اتكلمنا في العموم هي مخيفه، يعني زي اي وقعه تحرش بنسمعها. العداله اعتقد ومتاكدين كلنا هتاخد مجراها، الدوله لا تتهاون زي ما احنا عارفين مع اي واقعه زي دي. ويمكن كمان كان في سرعه في القبض على هذا، انا مش عارفه اقول الشخص، اكيد هو مش رجل، فمش هقول هذا الرجل، هقول هذا الشخص المريض تقريبا. واعتقد كده برضو ممكن يكون عبره لكل متحرش او كل شخص بيفكر ان هو اطفال الناس مباحه قدامه، حاجه يعني انا مش عارفه بصراحه اسميها ايه. يعني تخيل حضراتكم دلوقتي او بتسمعوني، معلش انا اتخيل ان دي بنتك او اختك او حتى مراتك، تخيل وضع زي كده بتتعرض ليه، انت ممكن تقبل ده على نفسك؟ يعني انا مش فاهمه بصراحه الناس دي يعني بتفكر ازاي، او ليه اصلا بيعملوا حاجه زي كده. لو في بقى
اشق نفسي مثلا محتاجين علاج نشوف أكيد. لكن جريمه زي كده ممنوع ان هي تكون عندنا في مجتمعنا. مجتمعنا عمره ما كان كده يا كريم. اكيد ما احنا بنتكلم على خلل، بنتكلم على خلل واضح، وبنتكلم على حاجه مش سويه وعكس الطبيعي وعكس المنطقي والاهم عكس الفطره. انا بتفق معاك، بس خلينا نطلع بالشق الايجابي من الموضوع، وهو ان المراه كانت البطل في هذه القصة صحيح. وهي اللي وقفت وهي اللي دفعت وهي اللي جابت حق هذه الفتاة، وهقول حق المجتمع في الآخر، لأن في الآخر ده بينصب على المجتمع. فدي الحاجة اللي احنا عايزين نقول عليها بجد، تحية كبيرة جدا لهذه السيدة، وإن شاء الله كده دايما دايما إن شاء الله كده دايما يكون عندنا ناس وأبطال بيقفوا لأي تصرف زي ده موجود في المجتمع، علشان انت عارف السكوت عن الخطأ طبعا خطا اكبر على فكره في كتير من الاحيان، وبينتج عنه مصايب سودة بنسمع عنها وبنقرا عنها وبنتغم بموجبها كل يوم والتاني. طيب تعالوا بقى نروح لاخبار النادي الاهلي، وطبعا كل عشاق النادي الاهلي بيترقبوا كل مبارياته القادمه. ان شاء الله كلنا واثقين في الفوز وفي تحقيق النصر ان شاء الله في كل المباريات خلال الفتره اللي جايه، سواء على المستوى الافريقي حيث يشارك في بطوله دوري ابطال افريقيا، او على المستوى المحلي في بطوله الدوري. بكره ان شاء الله في طبعا مباراه مهمه امام فريق الاسماعيلي، ودي المباراه المؤجله من الجوله 12 من البطوله. المباراه ستقام على استاد برج العرب بالإسكندرية الساعة 7:30 مساء، وإن شاء الله تمنياتنا بكل التوفيق لفريقنا. المباراة مباراة الأهلي خلينا نقول لحضراتكم أمام الإسماعيلي هي بالتأكيد المباراة الأخيرة قبل السفر لاستكمال هنا مباريات بقى بطولة دوري أبطال إفريقيا. المواجهة المقبلة هتكون تحديدا يوم 16 مارس. الثلاث الجاي بقى هيلتقي الأهلي مع فيتا كلوب في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. هيقام اللقاء كمان في الكونغو زي ما احنا عارفين. إن شاء الله نرجع نقول الفوز بقى يكون حليف الأهلي، احنا ما عندناش رفاهية تاني أبدا يعني حاجة غير كده. على كل حال برضو خلينا نقول ان احنا في الحلقه النهارده معانا الفقره الاخيره زي ما كنت بنوه انا وكريم في بدايه الحلقه عن الكوره، وهنتكلم اكيد فيها عن كل هذه التفاصيل. طيب تعالوا بقى نروح نتابع زي ما بنعمل مع حضراتكم كل يوم في بدايه كل حلقه من 10 الصبح في الاهلي، نتابع سوا حاله الطقس وتوقعات درجات الحراره من خلال هذا الفيديو ونرجع نكمل. اتفضل. وبما ان في كلام منتشر كده يعني والله اعلم عن مدى مصداقيته اليومين اللي فاتوا، عن ان في تحذيرات من ارتفاع درجات الحراره في الايام القليله القادمه، ويقال ان درجات الحراره ممكن او من المتوقع ان هي توصل ل 35 درجه، فطبعا كان لازم نعرف تفاصيل اكتر لان الموضوع ده مهم. معانا على التليفون دكتور محمود شاهين وهو مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذ نهوان، صباح الفل عليكم. صباح الخير يا استاذ. الكلام ده اشاعات ماليه البلد يا فندم ولا دي حقيقه متوقعه الايام اللي جايه ان شاء الله؟ لا يا باشا انت متحران دلوقتي يا استاذ كريم. انا بس بنقول اللي اتسمع، يعني الكلام ده مش حقيقي ولا ايه؟ لا كلام حقيقي طبعا، الجو حر واضح. لا انا بتكلم موضوع انها توصل ل 35 درجه الايام اللي جايه. لا هو 35 يعني هي 33 بس احساسنا بيها مش هتفرق بعيد يا فندم، 3 5 يعني مش هتفرق كتير يعني، هو طالما عندنا 30. طب وده عادي، ده منطقي في الوقت ده من السنه؟ طبعا حضرتك احنا في نهايات فصل الشتاء، فاضل لنا 10 11 يوم. ودايما نهايات الفصول زي ما بقول دايما بتبقى فيها تقلبات جويه، لان انت داخل على فصل تاني بتوزيعات مختلفه.
طبعا فصل الربيع فصل تغيرات وتقلبات جوية حادة وسريعة بتنشأ فيه المنخفضات الخمسينية اللي بترفع درجة الحرارة بشكل قياسي على جمهورية مصر العربية، وبصاحبها نشاط رياح وإثارة أتربة. وزي ما بنقول إن أعلى درجات حرارة بتتسجل في السنة في الربيع اللي هو بعد الشتاء على طول، يعني شوف حضرتك بقى التقلبات الجوية بتبقى عاملة إزاي، من انخفاضات من أقل درجات حرارة في الشتاء في السنة بأعلى درجة حرارة في السنة في الربيع. فطبعا التوزيعات الضغطية بتتغير بشكل كبير، وبيبقى فيه ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة بشكل سريع، كمان بنلاقي الموجة الحارة بترتفع بشكل كبير يتبعها على طول انخفاض شديد وملحوظ في درجة الحرارة. دي عملية بسترة يا فندم اللي حضرتك بتتكلم عنها. بالظبط، هو للأسف هو ربيع مصر كده، بس دي بتبقى من موجتين لثلاث موجات في الشهر يعني، فمش طول الشهر، إنما بقية الشهور أو بقية الشهر بتبقى الأجواء الربيعية المستقرة، الطقس الجميل بتاع مصر في الربيع برضو. بس ده بيبقى يعني زي ما قلت لحضرتك الموجات دي بتكون من منخفضين لثلاث منخفضات في الشهر في الثلاث شهور بتوع الربيع. يعني ده اللي احنا فيه دلوقتي يعتبر منخفض صحراوي برضو. ما انا برضو عايز اكلم حضرتك على اليومين اللي جايين دول، هل من المتوقع حدوث اي شيء مثلا تقدر الاشارة ليه او لازم ننوه عنه عشان نحذر الناس؟ طبعا حضرتك النهارده وبكره الناس لازم تاخد بالها انها مش اجواء شتويه خالص، دي تعتبر موجه من موجات فصل الربيع، منخفض موجود في الصحراء الغربيه بيجلب كتل هوائيه. طبعا هو كان قبل كده في اليومين اللي فاتوا كان في ليبيا ورفع درجات الحراره هناك بشكل كبير، دخل على جمهوريه مصر العربيه خلال الساعات القليله اللي فاتت، رفع درجة الحرارة بشكل كبير جدا في المنطقة الغربية، سيوة، السلوم، مطروح، سيبراني، هذه المناطق مرتفع فيها درجة الحرارة دلوقتي، ومع نشاط رياح مثير للأتربة في هذه المناطق، ووصلت يعني الأتربة العالقة لسماء القاهرة. يعني احنا الأجواء دلوقتي فيها تراب كده، تحس ان في تراب في الجو، مقلل الرؤية شوية، وفي نفس الوقت تحس ان ريحة الهواء فيها تراب، فاحنا دي اللي بنسميها أتربة عالقة، لو في هواء ونشاط هواء بيقلب على طول لرمال مسارة. ففي الجوين سواء رمال مسارة او أتربة بنخلينا نقول للسادة المواطنين طبعا اصحاب الامراض الصدرية والجيوب الانفية والتنفسية من في الاماكن المفتوحة والمكشوفة بقدر الامكان ما نتعرضش لهذه الأتربة بقدر الامكان. طب ممكن نسأل حضرتك عن محافظة معينة يا دكتور؟ الأقصر اخبارها ايه؟ يعني هي الأقصر الكتل الهوائية مأثرة على الجمهورية كلها، فتعتبر مدينة الأقصر في جنوب مصر بتتأثر بارتفاع درجة حرارة أكبر نظرا لطبيعتها الصحراوية. يعني هناك هنوصل لكام مثلا اليومين الجايين؟ لو قلنا النهاردة القاهرة 30، فالأقصر النهاردة ما بين 33 و34، بكرة القاهرة 33 عظمى، الأقصر وأسوان، يعني الأقصر تحديدا بتصل درجة الحرارة فيها من 35 ل 36. لا خلاص تمام 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 جدا. يعني لا يعني لما نقول القاهرة 33 أكيد ما تسأليش عن الأقصر. أكيد أكيد أكيد. لا هو يعني خلاص، هو كل سنة وإحنا طيبين، طبعا الشتاء انتهى ويمكن جه أسبوعين على بعض لو حسبنا يعني أيام الشتاء، وده طبعا مش مألوف، خلينا برضو نبقى صرحة. بس أنا آخر سؤال لحضرتك، هل كده إحنا بنتكلم دكتور محمود إن الصيف القادم ممكن يبقى شديد الحرارة بشكل يعني مبالغ فيه، ولا مش إنديكيشن أو مش شرط؟ بص حضرتك بس، هو إحنا فاضل لنا زي ما بنقول حوالي 12 يوم أو 11 يوم على نهاية الشتاء. درجة الحرارة أولا مبدئيا هتنخفض بشكل سريع مع نهاية الأسبوع، يعني الارتفاع اللي احنا شايفينه ده ارتفاع مؤقت، هترجع تاني درجة الحرارة ل 23 و22 درجة مع نهاية الأسبوع جمعة وسبت على القاهرة، ودرجة الحرارة بالليل اللي احنا يعني بالليل النهاردة وبكرة بالليل هنلاقي الجو جميل جدا وحاجة 15 16 17 درجة، بس هنرجع تاني ل 11 و10 درجات. بس هو ايه ده يا دكتور محمود؟ ما هو مش مفهوم، يعني ايه يعني ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل ده؟ والله بجد يعني اتنين يعني ايه يا فندم؟ فارجوك فسر. انا مستغربه جدا، يعني مش مستغرب معايا. انا بطلت انا عايز الساده المشاهدين مستغربين برضو والله. معلش عشان نبسط المعلومه بس ارجوك. احنا بنقول ان الهواء اللي بيخش او الكتله الهوائيه اللي بتخش على جمهوريه مصر العربيه حسب مصدرها جاي منين. يعني لو كتله هوائيه مصدرها جاي من ليبيا او من الجزيره العربيه، وبرضه الجزيره العربيه بتختلف شمال الجزيره العربيه ولا جنوب الجزيره العربيه. يعني الكتله الهوائيه من هذه المناطق دي طبعا مرتفعه في درجه حرارتها. انما لو عبرنا البحر المتوسط وطلعنا على اوروبا سواء كان غرب اوروبا او شمال او شرق اوروبا، الكتله بتختلف خالص. فالكتل الهوائيه اللي في 48 ساعه طول النهارده وبكره دي جايه من الصحراء الغربيه وشرق ليبيا، طبعا الكتله مختلفه. انما اعتبارا من يوم الجمعه هنلاقي كتله هوائيه جايه من شرق اوروبا
تمام طبعا كتر الهواء اللي جاي يا رب تيجي بالسلامه بقى ان شاء الله. هي دي طبعا اللي هترجع لنا الاجواء تاني يعني فلنكتفي بهذا القدر من الاجواء الصحراويه. عايزين حاجه بالروايح اوروبا يا فندم، عايزين حاجه بالروايح اوروبا باذن الله ان شاء الله. ربنا يصلح الاحوال، سعداء جدا. ممكن يكون لحضرتك ممكن يكون معاه فرص لامطار خفيفه على السواحل الشماليه تاني. اوكي. الخميس وجمعه، الخميس على السواحل الغربيه، الجمعه على رشيد، بلطيم، جزء الشرقي في مصر برضو، بورسعيد، العريش، رفح. هذه الاماكن برضو سقوط امطار خفيفه كده مع تغير القطر الهوائي. تمام. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. شكرا جزيلا لحضرتك. نروح بلطيم بقى. انت مش مكتوب لك تطلعي من حته المينك بقالك فتره ولا مره؟ طبعا يلا خير خير. طيب نروح بقى لموضوع او يعني تقرير احنا امبارح كنا اتكلمنا عن هذه الفعاليه. هي وزاره الشباب والرياضه نظمت فعاليه كانت عشان او احتفاليه علشان يعني اليوم العالمي للمراه، وكان في لقاءات متعدده. خلينا نروح من خلال التقرير ده نعرف بالظبط ايه اللي حصل ونرجع نكمل. طبعا صندوق المتحدة للسكان شراكته مع وزارة الشباب والرياضة ترجع لسنين عديدة. احدى هذه الشراكات هو احتفال السنة دي بيوم المرأة العالمي. طبعا الشعار اللي اخذته وزارة الشباب المرأة ضد العمتي، اشكر المرأة المصرية واحييها بدورها الايجابي، وكما ذكرت حفظ الله مصر بفضل نسائها وشاباتها. احنا بنتذكر مقولة فخامة الرئيس في البداية خالص، قال المرأة المصرية واهتمامه الكبير بالمرأة المصرية اللي هي بتجسد مش بس نص المجتمع، أكتر من نص المجتمع في الحقيقة، وأيضا الفتاة المصرية. إذن إحنا بنقول لكم كلكم متشكرين جدا على كل حاجة قدمتوها وبتقدموها، واقفين جنب الوطن. تكريم النهاردة طبعا كان يوم بالنسبة لي يوم مش عادي، يوم كويس ما شاء الله. يعني مصر بخير، مصر محمية فعلا بكل العاملين فيها وبكل ناسها، وبنتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبنشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي أتاح لنا الفرصة لأنه يكرم كل الأمهات المصريين في هذا اليوم. أولا احنا أنا بحب أشكر وزير الشباب والرياضة على اليوم الجميل دوت، وبحب أقول كمان لكل ست أو كل امرأة بتكافح في أي مكان، سواء كانت أم، ربة منزل، دكتورة، معلمة، بكل سنة وانت طيبة، ودايما تكوني دعم للناس اللي حواليكي وتقدري تقدمي أو ترتقي بالمجتمع إن شاء الله. متشكرة جدا إن أنا يعني فزت بالجائزة ديت، ومشكرة لسيادة الوزير. والله يعني فعلا حسيت إن أنا ربنا عوضني بحاجة أو كده. وبقول لكل ست مصرية اجتهدي واصبري، وربنا أكيد مش هيخسر تعبك. بصراحة اليوم جميل النهاردة، والتنظيم يعني شيء يعني فوق الوصف بصراحة. يعني فمجرد أن أنا أتكلم من وزير، دي تالت مرة أتكلم من وزير، بس كل مرة كانت ملازمة مختلفة، فهو زي ما هو وزير مننا فعلا. اليومين اللي فاتوا كانت ايام صعبه جدا على نادي برشلونه، طبعا اللي احاطت بيه مجموعه كبيره من الازمات، انتهت باجراء انتخابات. على كل حال خلاص خوان لابورتا اصبح رئيس من جديد لنادي برشلونه بعد حصوله على اعلى عدد من الاصوات في الانتخابات الرئاسيه، وحصل على اكثر من 54% من اجمالي اصوات الاعضاء اللي صوتوا في الانتخابات، والبالغ عددهم اكثر من حوالي 30,000 صوت. كمان كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هنأ لابورتا بفوزه وتمنى له التوفيق، وقال الكابتن محمود الخطيب في التهنئه: عزيزي السيد خوان لابورتا، تهانينا على عودتك لرئاسه نادي برشلونه وعلى الحب والثقه التي تلقيتها من كل من ينتمي لهذا النادي العظيم. نتمنى لك في النادي الاهلي كل التوفيق والنجاح في المستقبل القريب. احنا لو اتكلمنا تحديدا هنا عن الوضع الحالي بقى لنادي برشلونه، هنقول ان بطبيعه الحال يعني اكيد الجماهير هناك بتامل من لابورتا بقى ان هو يحسن حال النادي والوضع والفريق الاول للافضل. طبعا في مشاكل، في ازمات كتيره جدا عصفت مؤخرا يعني الفريق كله بالنادي، لكن زي ما احنا عارفين عاده يعني المشاكل الاداريه بيبقى ليها حيز كبير او بتاثر كمان على المستوى الفني. دي كانت او ده كان من اهم الاسباب اللي ادت لانخفاض مستوى
اللاعبين زي ما احنا تابعنا بصراحة حاجة كانت غير أكيد مألوفة. اللي هيتابع كمان حالة كرة القدم عموما هيتأكد طبعا من اللي احنا بنقوله ده. خلينا ندي مثال تاني، مثلا ميلان والإنتر، كل ده أو كل دي نوادي كانت في المواسم الأخيرة، ومنتخب إسبانيا كمان في كأس العالم 2018، وعانوا بعد كده من مشاكل إدارية أثرت على الفريق بشكل كبير جدا. ده بسبب تاني أو تسببت بشكل كبير طبعا بانخفاض المستوى الفني. نأمل إن شاء الله المشاكل الإدارية دي تحل ويكون في فعلا مستقبل أفضل على يد لابورت أكيد، لأن إحنا كلنا برضو من محبي يعني برشلونة، نادي ليه جمهور عريض جدا كمان في مصر صحيح. تحديدا صحيح، وكل محبيه وكل عشاقه ما فيش شك إن هم بيأملوا في التحسن الفترة اللي جاية أكيد. نادي برشلونة بتواجد إدارة قوية مع لابورتا، المتوقع أو المفروض إنه يتحسن الفترة اللي جاية إن شاء الله، والمفروض برضو إن المشاكل الذهنية لمعظم اللاعبين احتمال إن هي تنتهي برضو الفترة القادمة. ولكن بما إن نسبة تأهل برشلونة في المسابقة الأوروبية تبدو محدودة للغاية، فهنا بقى يعني تجدر الإشارة إن بيجي بقى دور لابورتا اللي لازم يقوم بجهد كبير لمساعدة الفريق في الأشهر البقية من الموسم الحالي. ويمكن الخروج بلقب كأس الملك أو الليجا هيكون كافي إلى حد ما لبرشلونة والجماهير برشلونة عشان ينسوا كل أحزان الأشهر اللي فاتت. طيب نيجي بقى للنقطة المهمة جدا، وما ينتظره عشاق برشلونة وعشاق ميسي تحديدا، هو ميسي مكمل ولا لا؟ هو ميسي هيتجدد له ولا لا؟ فتجديد هنا عقد ميسي أعتقد من الحاجات زي ما قلت إن الجماهير كلها منتظراها ومهتمة بيها، ودي أول حاجة أكيد اتكلم عنها لابورتا بعد الفوز في الانتخابات، وقال هو هيتواصل مع ميسي عشان يقنعه بتجديد عقده اللي انتهى في الصيف اللي هينتهي في الصيف الجاي. وأعتقد كده يعني إن لابورتا بطبيعة الحال هيواجه عقبات كتيرة جدا من الناحية الاقتصادية، لأن احنا كلنا متابعين برشلونة عنده مشاكل كبيرة جدا، لأن راتب كمان ميسي كبير. فهل هيقدر برشلونة يوفر هذا الراتب مع الأزمة الاقتصادية اللي بيمر بيها ولا لا؟ ده اللي أكيد هنعرفه خلال الأيام اللي جاية. طبعا أزمة كبيرة، وأكيد برضو من ضمن التحديات اللي قدام الفريق الفترة الجاية أو النادي الفترة الجاية هي الخروج من الميركاتو بأفضل صورة ممكنة. طبعا بنتكلم عن صفقات اللاعبين في ظل الأزمة الاقتصادية، طبعا منافسة برشلونة على التوقيع مع لاعبين كبار بأسعار مرتفعة تبدو صعبة إلى حد ما، ونظرا طبعا لهذا الأمر فممكن جدا يتجه نحو الصفقات المجانية. فخلونا عموما نتكلم بتفاصيل أكتر عن برشلونة وعن جماهيره وتوقعاتهم إيه فيما يتعلق بناديهم الفترة اللي جاية، وكمان إيه أبرز التحديات. إحنا معانا على التليفون الأستاذ أحمد غنيم الناقد الرياضي. أستاذ أحمد صباح الفل عليك. صباح الفل عليك وعلى كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. الدنيا متكعبله جامد مع برشلونه الفتره الاخيره، وفي احداث كتير متلاحقه ونتج عنها امور استجدت كلها امور كبيره ومهمه. فحضرتك متخيل ان شاء الله الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل عموما مع الفريق؟ وبرضو عايزين نخص بالذكر النقطه اللي كلمت عنها نهاوند، فكره ميسي ما وراء بقى اللي يعني اللي هيحصل معاه الفتره الجايه ايه؟ متوقع معاه ايه؟ هو طبعا لابورتا دي تاني مره ليه يكون بيتولى رئاسه برشلونه، والحقيقه في الفتره الاولى برضو ما تولى من 2003 2010 كان برضو برشلونه 2003 كان بيعاني من ازمات كبيره جدا، يعني طبعا مع اختلاف بعض الظروف. لكن لابورتا في الفتره دي تحديدا قدامه ثلاث محاور رئيسيه. اولا صوره النادي، صوره النادي اتهزت بصوره كبيره جدا خصوصا ما يتعلق بعرف اعلاميا بفضيحه بارسا جيت، وال يعني القضيه الشهيره وتورط إدارة برشلونة السابقة في التعاقد مع شركة لتشويه رموز النادي على رأسهم كان ميسي، وكان طبعا كانت توابعها الأسبوع الماضي كبيرة جدا بالقبض على يعني جوزيه براي فارتوني رئيس النادي الأسبق. أيضا عنده محور مهم جدا هو الأزمة الاقتصادية، الأزمة الاقتصادية بتعصب برشلونة بشكل كبير جدا، وكما ذكرت بالفعل برشلونة عنده مشكلة كبيرة جدا في المركز الصيف المقبل، إن هو ينافس على ضم لاعبين كما كان بيحدث في المواسم الأخيرة بأسعار كبيرة جدا، الموضوع هيكون صعب جدا. في بعض التسريبات ان هو بيحاول دلوقتي ينافس ريال مدريد، ريال مدريد برضه بيعاني من ازمه ماليه كبيره جدا، بينافس ريال مدريد على التعاقد مع ديفيد الابا وهو مدافع بايرن ميونخ لان عنده خلاص ينتهي الصيف المقبل، وبالتالي ممكن التعاقد معه بشكل مجاني. طبعا المحور الثالث وهو اعتقد اللي بيهم كل الجماهير حول العالم مستقبل ليو ميسي. مستقبل ليو ميسي حتى الان يعني ان ظهور ميسي وان مشاركته في الانتخابات بهذا الشكل قد يعطي بعض يعني اشارات ان ممكن ميسي يستمر في برشلونه وان يضحي بالراتب. يعني بعض التسريبات بعد يعني لابورتا نجح، بعض التسريبات تتحدث ان يعني لابورتا سيعقد سريعا اجتماعات مع ليو ميسي، قد تبدا هذه الاجتماعات في باريس اثناء قبل مباراه برشلونه وباريس سان جيرمان في الشامبيونز ليج يوم الاربعاء المقبل. على هامش هذه المباراه قد تبدا الاجتماعات، وان بعض التسريبات بتقول ان لابورتا سيقدم عرض لميسي مضمون ان هو ميسي سيحصل على راتب ان قرر تجديد عقده،
نصف ما يتقاضاه حاليا. ومن اين لهم هذا يا استاذنا؟ يعني ده لو لموا من بعض مش هيلموا يعني المبلغ المطلوب لتجديد عقد ميسي، ولا حضرتك شايف بالفعل ايه؟ بالفعل يعني التسريب عقد ميسي الاخير واللي وصفته الصحيفه الاسبانيه بالعقد الفرعوني، ميسي كان بيتقاضى في اخر عقد ليه حوالي اكثر من 555 مليون يورو، طبعا مبلغ ضخم جدا. طبعا. لكن ميسي يستاهل برضه عشان نكون امناء، ميسي كقيمه اقتصاديه وقيمه فنيه يعني حاجات لا هو طبعا يستاهل كل خير الحقيقه، بس لو المبلغ متوفر ده اللي بس يعني اللي ملفت للنظر الحقيقه. بالفعل وهذا ولهذا يعني تصريبات الصحافه الاسبانيه تتحدث انه قد يعرض نصف هذا الراتب، يعني نصف هذا المبلغ قد هيقدموه لميسي، وطبعا ميسي ساعتها عليه ان يقرر، خاصه ان هو هيواجه يعني برشلونه هيواجه منافسه جديده جدا من تحديدا الناديين بينتهوا قوه اقتصاديه كبيره جدا، كان الحديث عن مانشستر سيتي الانجليزي وعن باريس سان جيرمان الفرنسي، يقدروا يدفعوا الراتب الذي يريده ميسي، وبالتالي هي دي المشكله هتبقى بالنسبه للابورتا. لكن لابورتا الحقيقه الصفقه ليه ان هو من 2003 2010 صنع فريق قوي جدا، صنع ما هو اللي يعني ادى الفرصه لبيب جوارديولا يصبح واحد من اهم المدربين في تاريخ كره القدم، لما اداله الفرصه وصعده من فريق رديف برشلونه في عام 2008 انه يصبح المدير الفني لبرشلونه، وحقق معاه السداسيه التاريخيه الشهيره في عام 2009. وبالتالي الوضع فعلا في برشلونه لابورتا امامه تحديات كبيره جدا، لكن يبقى اسم برشلونه لوحده قادر على جذب الاستثمارات، لكن تبقى برضه مشكله ازمه فيروس كورونا عصفت بشكل كبير جدا بالانديه، تحديدا انديه الليجا، حتى ان خبير تيبس يعني سئل بشكل واضح وصريح في الحوار ليه امس مع الزميل ابراهيم فايق، قال هل يعني سالوه انت هل ممكن ان انت يعني برشلونه وريال مدريد يقدروا يجيبوا مثلا لاعب بقيمه محمد صلاح؟ قال لهم لا، الوضع بالنسبه لينا كانديه الليجا الوضع صعب بشكل كبير جدا، يعني نقدر ندفع قيمه لاعب محمد صلاح، وانا بوضح الازمه اللي هيواجهها برشلونه فيما يخص يعني قدرته على استخدام يعني صفقات قويه جدا قادره على اعاده نادي لامجاده، يعني لكن واقعيين طموح برشلونه ليس منافسه على لقب كاس الملك اسبانيا، صحيح ان برشلونه حاليا وصل لنهائي كاس ملك اسبانيا بعد طبعا يعني ريمونتادا يعني كانت مثيره جدا ضد اشبيليا الاسبوع الماضي، وشاهدنا بالمناسبه فرحه ميسي اللي بتبقى يعني فيها بعض الشيء ان ميسي يعني اخيرا استعاد جزء من يعني فرحته وسعادته، لان هو الحقيقه ميسي الموسم الماضي كان حالته كانت صعبه جدا، ولهذا كان طلب طبعا الرحيل. فالوضع في لابورتا فعلا امامه تحديات كبيره جدا، وسننتظر نرى كيف سيحل هذه التحديات. ثلاث محاور: سمعه النادي، الازمه الاقتصاديه، وتجديد عقد ليو ميسي، وكيفيه قدرته على جلب الصفقات باقل قدر ممكن من الاموال وفي نفس الوقت تكون مفيده للفريق. طيب انا هسال حضرتك اخر حاجه في الجزئيه دي استاذ احمد، يعني لو فرضنا ان دلوقتي العرض تم رفضه من قبل ميسي، لان زي ما حضرتك قلت الوضع هيكون الى حد كبير ان هو هيتم يعني عرض مبلغ اقل من اللي هو بيطلبه بطبيعه الحال، لان دلوقتي في ازمه اقتصاديه في يعني صناعه الرياضه فالكل متاثر، فربما هنا نقدر نقول يعني او سؤالي لحضرتك لو ده حصل متوقع ميسي مصيره ايه؟ ايه النادي اللي ممكن يعرض عليه برضه يعني المبلغ اللي هو طالبه، وفي نفس الوقت اصلا ده متوفر حاليا مع الازمه اللي حضرتك اتكلمت عنها واللي كل العالم يعني شاهدها في مجال الرياضه تحديدا؟ هو حاليا يعني في ناديين قادرين على استخدام ميسي، باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الانجليزي، دول اعتقد الناديين حاليا اللي بيملكوا القدره، وباريس سان جيرمان على لسان ليوناردو المدير الرياضي اعلن بشكل واضح جدا هم نفسهم يجيبوا ميسي، حتى كان في تصريحات لنيمار صديق ميسي وزميله السابق في برشلونه يعني اتكلم بشكل واضح ان هو بيتمنى استخدام ميسي لباريس سان جيرمان. اكيد طبعا يعني مانشستر سيتي بيمتلك يعني قوه وكريدت فيما يخص قدرته على جلب ميسي، وهو بيب جوارديولا هو يعني المدرب الاكثر قدره، يعني كان اكثر مدرب استطاع ان يعني يتوهج معه ميسي بشكل كبير جدا، وبالتالي هم دول الناديين اللي قادرين على استخدام ميسي حال رفض ميسي يعني تجديد عقده مع برشلونه. ان كنت يعني شايف ان الموضوع برضو يعني الموشن دي مش هيبقى سهل جدا على ميسي، لان ميسي في تصريحه الشهير بعد ما قرروا البقاء في برشلونه بالموسم الماضي قال انا رفضت ان انا ارحل عن برشلونه عن طريق المحاكم، لان انا رفضت اقاضي النادي اللي صنع اسمي وصنع شهرتي، وبالتالي تبقى الامور كلها مفتوحه. هل ميسي سيتنازل عن نصف الراتب برضه؟ ما هي دي النقطه بالظبط ليس بالصغير، هنتكلم في حوالي يعني 250 مليون يورو، مبلغ ضخم جدا طبعا يعني. وبالتالي الوضع يعني اعتقد ان الشهور خلاص يعني احنا خلاص بنتكلم ان الموسم ينتهي في اخر مايو،
باقي شهرين تقريبا والامور كلها ستتضح، ما اذا كان ميسي سيبقى وسيقدم تنازلات للبقاء في برشلونه ام سيقرر البحث عن تحديات جديده في مسيرته، سواء بقى في باريس باريس سان جيرمان او مانشستر سيتي، لان هم دول الناديين الاقرب يعني من الناحيه الماديه على جلب. انا سالت حضرتك كمان ده تحديدا لان يعني انا بتابع ردود الافعال على النقطه دي تحديدا في تويتر، والناس كانت كتير لان ميسي مربوط ببرشلونه، يعني الفكره هنا ان احنا مش بنتكلم عن لاعب قاعد سنتين، لا دي سنين طويله جدا واسمه مربوط بيه. فالناس كانت اللي انا قريته يعني من المتابعين ان بيتحدثوا ان لو هو راح باريس سان جيرمان هو اللي هيخسر حتى لو خد نفس الراتب. فطبعا الموضوع مش احنا اللي هنحدده، ولكن دي الصوره اللي انا بنقلها لحضرتك، واكيد حضرتك عندك خلفيه بيها على السوشيال ميديا يعني. فرايك ايه برضو في هذا الموضوع؟ انا اتفق مع رايك تحديدا. لو راح باريس سان جيرمان ان الدوري الفرنسي ليس بالدوري القوي، يعني ان راح مانشستر سيتي اتفاهم ان هو تحدي جديد، يعني جديد بالنسبه لي ان الدوري الانجليزي هو اقوى دوري في العالم، الدوري صحيح ان عانى برضو من ازمات فيروس كورونا، كان واضح يعني حتى الان الانديه قد يعني قدرت بفضل الاستثمارات الضخمه يعني تم ضخها في البريمير ليج على مدار السنوات الماضيه، قدرت تصمد الى حد ما في وجه يعني تواجه تداعيات صعبه جدا لجائحه فيروس كورونا. لكن لو راح باريس سان جيرمان حياة الدوري الفرنسي، صحيح ان باريس سان جيرمان بيواجه يعني صعوبات بعض الشيء في المنافسه على اللقب هذا الموسم تحديدا من قبل ليل ومن قبل ليون، ولكن بشكل عام الدوري الفرنسي يعني منذ يعني 2011 منذ استحواذ الاداره القطريه على باريس سان جيرمان، وباريس سان جيرمان سيطره شبه كامله يعني باستثناء لقب واحد فاز بيه موناكو، باريس سان جيرمان هو البطل الدائم للدوري الفرنسي. على مستوى دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان كانت قدامه فرصه ثمينه جدا الموسم الماضي انه يفوز باللقب، لكن خسر في النهائي قدام طبعا العملاق البافاري بايرن ميونخ. وبالتالي يعني انا في وجهه نظري لو راح بالفعل انا لو مكان ميسي افضل في برشلونه الصراحه، لو خير لي الخيار بين باريس سان جيرمان او برشلونه افضل برشلونه للمنافسه وحاجات كبيره جدا وامور عاطفيه بالفعل. طبعا فعلا برشلونه وميسي علاقه يعني علاقه استثنائيه وحاجه كانت يعني جميله صحيح. جدا بالنسبه للمشاهدين جميعا. عموما بتهيألي يعني ان شاء الله خلال الاشهر القليله ان ما كانش الايام القليله قادما باذن الله، وقد تسفر عن الاجابه عن الكثير من الاسئله المعلقه. الاستاذ احمد غنيم الناقد الرياضي، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر. قرار صعب، ملف صعب. انا بقول لك بجد على السوشيال ميديا في غضب كبير، يعني عارف الناس عارف ما حد يحبك بس بيحبوك في المكان ده، ففكره ان انت تروح مكان تاني الناس كتير جدا متضايقه، يعني ده اللي انا شفته. فحيبقى هو غالبا هيطلع برضه ايه لعيب اصيل ومش هيكون العيش والملح، وهيفضل مع فريقه وهيضحي بال 250 مليون تفتكر؟ مبلغ بسيط والله. المفروض انه يعمل كده، ما هو برضه اللي فات من عمره، ما اكيد يعني برضه الدنيا تمام عمل الدنيا نايس، فنستحمل النادي موسم ولا اثنين لغايه ما ربنا ياخد بيده ويعود من كبوته والامور ترجع تظبط تاني، وما يبقاش خسر اللي فات كله من عمره. برضه وجهه نظر، ويمكن انت يعني وجهه نظرك متفقه مع الاراء على شبكات التواصل الاجتماعي. نروح بقى دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه زي ما احنا متعودين كل يوم. معانا مراسلتنا النهارده مريم سميح من مقر النادي الاهلي بالجزيره. مريم صباح الخير عليكي، مصبح لك انا وكريم. صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا كريم، وكمان بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان ننقل لكم أبرز الأجواء وكمان يعني أخبار الفريق الأول وكمان أخبار الفرق الرياضية الأخرى والأنشطة كمان المختلفة. ولكن خلينا سريعا قبل ما ننتقل لهذه الأخبار، يعني عايزة أكلمكم عن الأجواء هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. يمكن في توافد للأعضاء أكتر بكتير عن الأيام الماضية، وده بسبب طبعا يعني الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. يمكن الناس ابتدت تاخد على ان خلاص يعني الشتاء بيودعنا. انا عارفة طبعا الكلام ده مش هيعجب نهاوند خالص، ولكن يعني مع الساعات القليلة المقبلة هيكون درجة الحرارة بتتراوح ما بين 29 ل 30، وده اللي ادى طبعا ليعني الكثافة الكبيرة هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيرة، على الرغم من هو يوم في وسط الاسبوع ويوم الثلاث كمان بيبقى يعني اغلب بالأعضاء عندهم مشاغل كتير، ولكن اختاروا ان هم يتواجدوا هنا داخل المقر. ننتقل ل يعني اخبار الفريق الاول لكرة القدم. النهارده ان شاء الله هيكون في تجمع للفريق في تمام الساعة 12 ظهرا، وبعديها هيكون التمرين في تمام الساعة 1 ظهرا.
ده طبعا يعني كنوع من عدم الراحة للفريق الأول بعد ما كان في تمرين امبارح، والنهاردة كمان هيستأنف الفريق تدريباته تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول. عايزين نتكلم ان هم بيتكلموا عن ان مباراة غد يعني ما بين الأهلي والإسماعيلي، يمكن المباراة المؤجلة من عمر الدوري الممتاز الجولة ال 12، هي مباراة كبيرة جدا بالنسبة لهم ما بين الفريقين، وده طبعا اللي شهد عليه يعني تاريخ كرة القدم خلال السنوات الماضية، على الرغم من ان الإسماعيلي في المركز ال 16 وان هو في مركز متاخر، ولكن يعني الجهاز الفني حاسب ان هي مباراه كبيره جدا ما بين الفريقين، لانه طبعا يعني بتبقى مختلفه على المستوى الفني وكمان المستوى الجماهيري، ولا تقل اهميه عن المباريات اللي بتقام، مباريات القمه ما بين الاهلي والزمالك، وكمان في اغلاق تام لصفحه دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، على الرغم من ان السفر خلال الايام القليلة المقبلة، ولكن التركيز كله النهاردة في التمرين هيكون على مباراة غد اللي هتقام إن شاء الله في تمام الساعة 7:30 مساء على استاد برج العرب. هيكون النهاردة في تحرك للفريق بعد الانتهاء من التمرين، ده طبعا بعد يعني أمس ما خضعوا لمسحة كورونا، وكمان هيكون في اطمئنان على صحة جميع لاعبي الفريق الأول خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الإعلان عن هذه المسحة. عايزة يعني أنتقل لبعض الأمور اللي بتخص بعض لاعبي الفريق الأول، يمكن أبرزهم طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف، اكتفوا يعني مساء أمس في التمرين ما شاركوش، ولكن اكتفوا بجلسات في الجيم، ولكن النهاردة إن شاء الله بعد يعني خلاص ما اشتكوا امبارح من إجهاد عام، ولكن النهاردة إن شاء الله هيستأنفوا تدريباتهم الجماعية. كمان عايزة أتكلم عن علي معلول ووليد سليمان وموقف هم كمان الطبي بعد طبعا ما بيستمروا في التأهيل بعد تعرضهم لإصابة في العضلة الخلفية. يمكن علي معلول هيكون عنده استعداد أكبر من وليد سليمان للمشاركة خلال الفترة المقبلة في التدريبات الجماعية، يمكن وليد سليمان هيعاود المشاركة في هذه التدريبات بعد مباراة فيتا كلوب في الكونغو. كمان عايزين نقول أن دكتور أحمد أبو عبلة يعني رئيس الجهاز الطبي أعلن جاهزية صلاح محسن بعد تعافيه كمان من الإصابة في العضلة الأمامية. كمان ناصر ماهر الحقيقة ظهر أمس بشكل مميز كمان مع بيتسو موسيماني في تدريبات أمس، ومن المقرر أنه هو يستأنف التدريبات النهاردة وخلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة في الكتف. كمان ننتقل دلوقتي لأخبار يعني الفرق الرياضية الأخرى. الفريق الأول لكرة السلة رجال تعرض أمس لخسارة أمام نادي سموحة، ده طبعا في المباراة التي أقيمت أمس على صالة سموحة بالإسكندرية في الدوري، يعني النتيجة انتهت ب 88-83. أما الفريق الأول لكرة الطايرة رجال بالنادي الأهلي حقق فوز مهم جدا على حساب نادي الطيران في المباراة التي أقيمت يعني في عمر بطولة الدوري أيضا على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. يمكن كان في أو قدم الفريقين مباراة قوية جدا، ولكن انتهت بفوز الأهلي بثلاث أشواط نظيفة مقابل لا شيء، وجاءت النتيجة كالتالي، الشوط يعني نتيجة 25-10 25-13 و27-25. وفي النهاية طبعا النهاردة هتقام مباراة بين الأهلي ونادي الصيد لكرة السلة سيدات في تمام الساعة 6:00 مساء بالصالة الصغرى بالنادي هنا بمقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة. يمكن دي كانت أبرز الأخبار معنا النهاردة المتعلقة بكل الفرق الرياضية، وتحديدا كمان الفريق الأول لكرة القدم اللي طبعا بنتمنى له الفوز في مباراة هامة جدا هي مباراة الغد ما بينه وما بين الإسماعيلي. العودة لكم مرة أخرى. احنا كمان اكيد دعواتنا ودعوات كل الجمهور بالكلام ده، يا رب ان شاء الله كده يعني يبقوا منصورين ويجيبوا لنا بقى البطولات اللي احنا عايزينها يا رب باذن الله. وان شاء الله كمان الفريق الاول لكره السله سيدات الماتش النهارده كمان يفوز ويفرحنا زي ما دايما بيفرحونا. شكرا ليكي يا مريم. شكرا. طيب نروح بقى مع حضراتكم على مقر جريده الجمهوريه مع مراسلتنا العزيزه نورهان طمان اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه، وبالمناسبه برضو هيكون معاها لقاء مع الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريده الجمهوريه. نورهان صباح الخير عليكي وصبحينا على ضيفك العزيز، وعايز استاذنك بس ان انت يعني
يبقى ركزي لنا كده في الكلام مع استاذ حسام على واحد من الاخبار اللي للاسف حزينه يعني وفاه اللاعب عاطف عبد الرحمن اللاعب في القسم الرابع من الدوري ومدى صحه الكلام اللي بيتقال ان هو توفي نتيجه انه بلع لسانه. دي حقيقه فعلا؟ دي انا قريتها فعلا. طب برضو بقى اذا كان كده وانت بتدردشي مع استاذ حسام يا ريت برضو تعملوا لنا ستريس كده الى حد ما على موضوع يعني او ملف الاجهزه الطبيه اللي موجوده مع الفرق اللي من النوع ده بصفه خاصه ومدى استعداد اي استاد بتقام عليه اي مباراه لوجود جهاز طبي خاص بيه بشكل مستقل يبقى دكاتره تبع الاستاد الى جانب الدكاتره الموجودين مع الفرق الرياضيه. اتفضلي. انا ممكن اضيف في نقطه هنا يا كريم على النقطه دي برضو يا نورهان قبل ما تبداي عفوا لان يعني بعض الفرق اللي هي الدور الرابع بيبقى فيه مش عربيه اسعاف موجوده للاسف بتبقى عربيه نقل موتى فاحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده عايزين نعرف برضو يعني من ضيفك طبعا تفاصيل هذا الموضوع اكتر. اتفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهواند وصباح الخير يا كريم وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة الجمهورية على نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم ولكن زي ما عودناكم خلينا نفكركم بأهم المباريات النهاردة. في إياب دور الستاشر لدوري أبطال أوروبا يوفنتوس هيواجه بورتو الساعة 10 وبروسيا دورتموند هيواجه إشبيلية الساعة 10 أيضا. اما على الصعيد المحلي فالاتحاد السكندري هيواجه غزل المحله الساعه 7 وده في اطار المباراه المؤجله من الاسبوع العاشر في الدوري المصري. نروح بقى لابرز اخبارنا ويمكن الخبر اللي انتوا اتكلمتوا عنه يا كريم ويا نهواند ووفاة طبعا اللاعب المفاجئه عاطف عبد الرحمن طبعا يعني بنعزي انفسنا وبنعزي اهله وبنسال الله الصبر والسلوان لاهله ولاقاربه. من جريده اليوم السابع أمين صندوق مركز شباب القنايات يكشف تفاصيل وفاة اللاعب عاطف عبد الرحمن. كشف أشرف العسيلي أمين صندوق مركز شباب القنايات وده مركز بيلعب في الدوري الرابع عن تفاصيل وفاة اللاعب عاطف عبد الرحمن صاحب 23 عام في المباراة اللي كانت أقيمت أمس في العاشر من رمضان واللي كانت أمام مركز شباب الرواد. يمكن طبعا خبر صادم ومفاجئ لكل متابعي كرة القدم في مصر والوطن العربي والعالم أجمع فكرة أنه لاعب يعني بيسقط مخشي على وجهه في مباراة بيكون أمر صادم للغاية. أشرف العسيلي قال أنه كان في يعني إسعاف أو يعني تجهيزات طبية كتيرة داخل المباراة ولكن اللاعب توفي بشكل مفاجئ وده حسب تصريحات أمين صندوق مركز شباب القنايات. ومن اليوم السابع أيضا 50,000 جنيه لمصابي كورونا من موظفي اتحاد الكرة. قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة السيد أحمد مجاهد منح 50,000 جنيه للمتضررين من داخل الجبلاية واللي كانوا أصيبوا أو يعني أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا وده طبعا عوضا ليهم ومساعدة ليهم في الإجراءات الطبية لاستكمال شفائهم. كمان اتحاد الكرة قرر عمل مسحة طبية للحكام قبل الجولة الـ15 من بطولة الدوري بعد ما كان اتحاد الكرة يعني معترض على إجراء المسحة على نفقة الجبلية ولكن تراجع اتحاد الكرة وقرر إجراء المسحة لحكام الدوري المصري. ومن جريدة الجمهورية المريخ السوداني يواجه شبح الاستبعاد من أبطال أفريقيا. تعيش جماهير نادي المريخ السوداني حالة من القلق والترقب حول موقف الفريق في الفترة القادمة من المشاركة في أو الاستمرار المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد ما شارك 2 من اللاعبين كان تم وقفهم من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم أمام في مباراة سيمبا التنزاني واللي انتهت يمكن بالتعادل السلبي بين الفريقين. حالة الغضب اللي نالت جماهير المريخ السوداني جاءت بعد ما أعلن الحساب الرسمي للمريخ السوداني انه رئيس مجلس اداره النادي هو اللي يمكن اشار او يمكن هو اللي قال المدير الفني انه اللاعبين رمضان عجبوا بخيت خميس يعني قانونا ان هم ممكن يشاركوا في مباراه سيمبا التنزاني ومن الواضح انه ده كان خطا جسيم. ومن موقع يلا كوره رئيس لاليجا انتقال صلاح الى برشلونه او ريال صعب لن يجد اموال كافيه.
أكد خفيرتي باس رئيس رابطة الدوري الأسباني أنه اللاعب محمد صلاح ونجمنا المصري نجم فريق ليفربول يمكن من المتعارف أنه يعيش فترة ليست جيدة داخل قلعة أنفيلد. وقال رئيس رابطة الدوري الأسباني أنه اللاعب طبعا إضافة كبيرة جدا للدوري الأسباني، ولكن يمكن في الفترة الحالية وأزمة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على يعني ميزانية العديد من الأندية داخل الدوري الأسباني طبعا، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد. وقال أنه يمكن وجوده في ليفربول يعني هو الأقرب للاعب بسبب الأموال. كمان رئيس رابطة الدوري الأسباني قال أنه رحيل ميسي أو رونالدو طبعا في السابق أو رحيل ميسي فيما هو قادم عن الدوري الأسباني لن يقلل من قيمة طبعا مواجهة ريال مدريد وبرشلونة في المواجهة المعروفة طبعا باسم الكلاسيكو. ومعنا آخر أخبارنا أيضا عن نجمنا المصري محمد صلاح من جريدة الشروق نقلا عن ديلي ستار، وده يمكن خبر مغاير شوية لتصريحات رئيس رابطة الدوري الأسباني. الخبر عنوانه بيقول صلاح قرر الرحيل عن ليفربول ويحدد وجهته المقبلة. ديلي ستار أكدت أنه نجمنا المصري محمد صلاح ليفربول أيامه أصبحت معدودة داخل فريقه في الدوري الإنجليزي، وقالت أنه الفترة القادمة اقترب اللاعب من الانضمام لريال مدريد بعد ما فشلت أو بعد اقتراب فشل انضمام كيليان مبابي نجم الفرنسي وطبعا هالاند طبعا يعني النجم يعني نجم فريق بروسيا دورتموند لريال مدريد. ويمكن ديلي ستار أكدت على أنه محمد صلاح لن يستمر في ليفربول، وكمان أشارت إلى أنه عقده هينتهي في يونيو 2023 وأنه بيتقاضى ما يقرب من 230 ألف استرليني أسبوعيا. للتعليق بقى طبعا على أخبارنا معنا الناقد الرياضي حسام الغرباوي، الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. طبعا بنرحب بحضرتك معنا في قناة النادي الأهلي، وطبعا خلينا نتكلم الأول عن وفاة اللاعب عاطف عبد الرحمن. يمكن إحنا قدام حالة إنسانية يعني صعبة جدا، لاعب صغير بيموت بشكل مفاجئ. هل إحنا لسه قدامنا كتير قوي على ما يعني ما نبقى يعني شايفين انه التجهيزات الطبيه في الدوريات يعني الغير الممتاز في الدوري المصري، ولا يعني انت حضرتك شايف المشهد ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خالص العزاء لأسرة الفقيد، ولكن طبعا احنا عارفين من ساعه المرحوم محمد عبد الوهاب ما توفى في الملعب يعني جميع المسؤولين في مصر اتخذوا الإجراءات الطبية اللازمة، وبقى فيه إسعافات طبية قوية، ده اللي أنا شايفه. ولكن طبعا لو احنا حضرتك شفتي ان المسؤول عن اللاعب او في النادي اكد ان اللاعب خلاص ما هو مات فجأة في الملعب، ما اداش فرصة طبعا للفريق الطبي ان هو يقوم بالإسعافات، خاصة ان هذه الحالات خاصة بلع لسان في الملعب بقت سهلة جدا، وحصلت كتير ان في بعض الأطباء في مصر في بعض المواقف حصل ولكن تم إنقاذه في خلال ثواني. فطبعا إن شاء الله بإذن الله دي ما تتكررش تاني، ويبقى في إسعافات أقوى، ودي كمان تخلي المسؤولين يشوفوا هل لو في نقص أو حاجة، لكن دي بتعتمد على خبرة الطبيب الموجود وده متوافر، وطبعا دي سنة الحياة، واللي أنا شايفه إن هو أجله يعني، فخالص العزاء وإن شاء الله بإذن الله ما نشوفهاش تاني في ملعب مصري يعني. طيب مباراة الأهلي غدا والإسماعيلي حضرتك شايفها إزاي؟ مواجهة محلية جديدة بعد طبعا خوض معترك أفريقي قوي، يمكن تعادل يعني إلى حد كبير مخيب للأمال، ولكن أكيد طبعا التواجد أو الظهور المحلي للنادي الأهلي هيكون مختلف. طبعا هي دي كرة القدم، يعني كرة القدم بتملي بتشهد مفاجآت كتيرة جدا، ولكن الأهلي متعود على الصعاب وقادر أنه هو ياخدها بإذن الله. أنا بعتبر أن مباراة الإسماعيلي هتبقى إعداد قوي للمباراة الأفريقية في الجولة الرابعة إن شاء الله، ودي هتدي فرصة كبيرة لمسلمان اللي هو يعيد ترتيب أوراقه تاني، طبعا إلى جانب عودة كثير من اللاعبين زي صلاح محسن إن شاء الله قرب إن هو يبقى موجود، أكرم توفيق، وبيتقال طبعا إلى جانب باهر إن شاء الله كان عنده خلع في الكتف ابتدى إن هو بإذن الله في طريق ناصر هيرو، وبعد كده عندنا علي معلول، وإلى جانب طبعا وليد سليمان، فعندنا أوراق كتير ما كانتش موجودة أو كان في أسباب لعدم مشاركتها، فأكيد إن هي هتبقى مختلفة تماما، إلى جانب ظهور محمد شريف طبعا البديل في فيتا كلوب وقدر إن هو يجيب التعادل.
عودة نغمة التهديف لمروان محسن طبعا دي بتضيف حاجات يعني قوة لفريق الأهلي. وطبعا على الجانب المقابل الإسماعيلي يوفيتش بيحاول ان هو ياخد يحاول يعني مثلا ايه ان هو يلملم جراح لانه طبعا في مركز 16 اللي هو تخيلي حضرتك ان هو تحت البنك الاهلي اللي هو الوافد الجديد، فطبعا اكيد هتبقى في قوه وشراسه في المباراه دي، واحنا عايزين كده، احنا عايزين نشوف قوه وعوده الاسماعيلي، وطبعا ده هيدي فرصه الاهلي ان يشوف ان شاء الله باذن الله ممكن افضل خطه ممكن يطبقها في نادي الاسماعيلي بحيث ان هو يبقى مطمن وهو ان شاء الله في مباراه الكلوب القادمه في الجوله الرابعه، وان شاء الله نتمنى له بإذن الله الفوز بإذن الله في المهرجان. سريعا أستاذ حسام، مع أو ضد بقاء محمد صلاح داخل الدوري الإنجليزي أم الانتقال للدوري الأسباني عبر بوابة ريال مدريد أو برشلونة؟ طبعا احنا نتمنى كل جماهير مصر والعالم نفسهم يشوفوا طبعا محمد صلاح في ريال مدريد، ودي حل يعني الاحتراف العالمي، ولكن طبعا أزمة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على الانتقالات، كتير قالوا ان مثلا هو هينتقل لبرشلونة او ريال مدريد، ولكن الجائحة اللي فرضت بشكل سيء خاصة على الماليات. بالنسبة لريال مدريد طبعا ماركو أسينسيو طبعا خد حوالي 6 شهور وهو مصاب هيغيب عن الملاعب، فهم في حاجة الى مثلا التعاقد مع حد زي محمد صلاح، ولكن طبعا يقال ان هو مثلا عايز 30 مليون يورو في السنه، طبعا ده مبلغ ضخم جدا مش هيقدروا يحققوه في الوقت الحالي سواء لبرشلونه او لريال مدريد، ولكن طبعا ان شاء الله نتمنى له التوفيق باذن الله ويظل محمد صلاح نجم اوروبي باذن الله. شكرا لك استاذ حسام الغرباوي، دي طبعا كانت أبرز أخبارنا هنا من داخل جريدة الجمهورية، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا بنشكر جزيل الشكر زميلتنا العزيزة نورهان طمان، وكمان الشكر موصول لزميلتنا مريم سميح، شكرا جزيلا لكم، وبنستأذن حضراتكم شكلنا قبل ما نطلع فاصل في إن أنا عايز أقول حاجة. أنا بس عايز أقول على قصة بلع اللسان اللي هي تكررت بشكل كبير جدا طبعا سواء في يعني الملاعب في مصر أو في الخارج، بس ممكن حتى تحصل لشخص مش لاعب كورة، ممكن تحصل لأي شخص طبعا. فأنا كنت بحاول أجيب معلومات يعني عن موضوع لو حد دلوقتي بلع لسانه لا قدر الله وأنت واقف جنبه تعمل إيه، في كذا خطوة مفروض الواحد يعملها، ياريت الإرشادات دي كلنا نقراها لأن ده واضح إن هي حاجة منتشرة. بس اللي أنا يعني من اللي فهمته إن أنت لازم ترجعه على ظهره، في ناس بتفتكر أنت لازم تنيمه لقدام، لا لازم ترجعه على ظهره، لازم تسوق دقنه لفوق وبعدين تبتدي بقى تعمل يعني مش عايز انا بقى اتكلم. هو في كمان في فيديوهات على فكره على اليوتيوب بالزبط بتشرح بشكل مفصل اللي انت بتقوليه وما تحاولش سحب اللسان لان ده لازم يتم بشكل الا حقيقي يعني، وبيقول لك 3 دقائق هو الحد الاقصى يقدر فيه الشخص ان هو عشان ممكن يكون فاقد الوعي ان هو يعود مره ثانيه، يعني حتى نثقف نفسنا لا قدر الله لو حصل يعني. ده في منتهى الاهميه اللي انت بتقوليه ان فعلا اي بني ادم عموما رياضي مش رياضي معرض لده، بس انا بكلمك بقى على حته ايه ان في مباراه كره قدم في استاد ايا كان بقى القسم كام من الدوري، احنا بنتكلم على ان في ارواح في ارضيه الملعب وفي اجهزه بس طبيه، بس بيبقى الوقت ممكن يا كريم يعني حصل بسرعه فما لحقوش دي وانا انا متفق مع حتى استاذ حسام قال لك ايه، قال لك ده اجل واحنا متفقين ومش هنختلف اكيد ان لكل اجل كتير، بس احنا بنتكلم على ان في لازم تبقى في ردود افعال لحظية في وقتها لما يبقى في حتى مجرد شك ان حاجة زي كده حصلت، في اجهزة طبية لازم تكون موجودة سواء بقى مع الفريق مع الفريق المنافس حد من الدكاترة موجود بالصدفة في المكان، الاستاد نفسه يبقى له جهاز طبي مستقل. يعني انا اكيد في ناس ادرى مني بهذا الكلام، بس انا بتكلم على منطق لازم يكون بتحقق الحقيقة. طيب نطلع فاصل. فاصل يا فندم. يلا نطلع فاصل ونرجع نكمل، اتفضل. طيب نرحب بحضراتكم مرة تانية، نروح بقى شوية كده ونتكلم عن رياضة عالمية، وهنتكلم هنا تحديدا عن الأرقام القياسية. نتكلم عن نجم كبير هو السربي نوفاك ديكوفيتش اللي احنا كتير في 10 صبح في الأهلي كنا بنجيب طبعا أخباره، هو حطم بقى الرقم القياسي هنا العالمي المسجل باسم منافسه السويسري المخضرم يعني على مدار سنين طويلة روجر فيدرر بعد تصدره قائمة هنا التصنيف الدولي لمحترفي التنس. ده للأسبوع كام؟ ده للأسبوع 311. بالمناسبة احتفل التلفزيون الرسمي لرابطة محترفي التنس بنشر هنا بقى صورة كاريكاتورية لنوفاك على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها ديكوفيتش حطم الرقم القياسي لعدد الأسابيع العدد من الأسابيع في صدارة التصنيف متجاوزا فيدرر. عايزين نقول ان هو تصدر هنا كمان لحضراتكم، هو عنده 33 سنة قائمة التصنيف للمرة الأولى في يوليو كانت عام 2011، وظل طوال بقى هذه المدة بيحلم بتجاوز الرقم
القياسي بالاستمرار هنا كمصنف أول عالميا لمدة 310 أسابيع، يعني برضو رقم مش قليل أبدا. كان طبعا زي ما كلنا تابعنا وزي ما أنا قلت كان باسم السويسري فيدرر، حاجة عظيمة برضو طبعا. ده يجي بطل ويروح بطل يجي بطل ويروح كده، أبطال في بعضهم على كل الأحوال. طيب هروح مع حضراتكم على رياضة التزلج، حيث توجت اللاعبة السلوفيكية بيرت بلوهوفا بلقب سباق التزلج المتعرج الكبير ضمن منافسات كأس العالم للتزلج. احنا لسه مع الرياضة العالمية ونروح دلوقتي لسباق الدراجات، فاز فيها الأيرلندي سام بينات بالمرحلة الأولى في منافسات نسخة 79 من سباق باريس نيس. طيب آخر خبر موجود معانا في فقرتنا الخبرية الأولى في حلقة النهاردة، هنتكلم من خلاله عن رياضة الجولف، حيث فازت الأمريكية أوستن إيرنست بلقب بطولة درايف أون اللي طبعا تمت فعاليتها في ولاية فلوريدا الأمريكية. كسبت إيرنست صافي ضربتين في الجولة الرابعة لتفوز باللقب بإجمالي 15 ضربة تحت المعدل، متقدمة بذلك بخمس ضربات على جينيفر كوبكو اللي احتلت المركز الثاني بعشر ضربات تحت المعدل. والجدير برضو بالذكر ان احتلت الأمريكية جينيفر كولمان المركز الثالث برصيد 8 ضربات تحت المعدل. طيب نفكر حضراتكم بأن الفقرة الأولى دلوقتي معانا الحوارية، لأن خلاص الفقرة الإخبارية خلصت، هيكون معانا الأستاذ محمد مصطفى مسؤول وحدة الأفلام الوثائقية بالأهلي، وفقرة النوستالجيا اللي ناس كتير جدا بتحبها، وليمكن احنا كمان حريصين في 10 الصبح في الأهلي ان احنا نقدم دايما التاريخ والذكريات الجميلة، ونشوف الصور ونشوف الفيديوهات اللي موجودة عن الأهلي وعن لاعبتنا الأبطال الجمال فيما مضى. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. الحقيقه بقالنا فتره ما رجعناش كده بالزمن لورا وعشنا مع حضراتكم حاله النوستالجيا المحببه لنفوسنا كلنا، الذكريات الجميله للنادي الاهلي. طبعا يعني فقرتنا دلوقتي هي فقره عن النوستالجيا، نوستالجيا النادي الاهلي طبعا، وملف في منتهى الاهميه، ولكن اعتقد ان خير من يقدم هذا الملف هي نهاوند. ليه خش يعني عشان دي منطقتك يا ست. لا هو يمكن استاذ محمد كان عايز ان احنا نتكلم عن او نربط طبعا بين المراه والنادي الاهلي، لان امبارح كان احتفال اليوم العالمي للمراه. فصباح الخير. نعم اصلها دخلت على طول، مش انا قلت لك خير من يتحدث بلسان المراه سفيره المراه في 10 الصبح استاذ؟ لا ما احنا كنا جايين لك في الكلام. هو بس في حاجه استاذ محمد مضايق حضرتك. صباح الخير. صباح الخير، خلينا نسمع من حضرتك اتفضل. موضوع مهم ومختلف اللي انت اخترت ان احنا نتكلم فيه النهارده يا استاذ محمد. بص حضرتك على حاجه، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كان مهم ان انت تتكلم عن تاريخ المرأة مع النادي الاهلي، خصوصا مرحلة دخلت امتى، الفكرة كانت جت ازاي في عهد كان المرأة في الاساس قاعدة في البيت ليشمك، مفيش خروج، مفيش مجرد الخروج نفسه كان مشكلة، ويمكن دي شفناها مثلا في افلام نجيب محفوظ طبعاً. في روايات نجيب محفوظ السكرية وقصر الشوق وبين القصرين وكده. هي البداية كانت عند التأسيس من عمر بيك لطفي. عمر بيك لطفي يمكن اقترح في 1907 ان المرأة تخش النادي مرتين في الأسبوع، بس الاقتراح ده كان تقريبا في شهر يوليو في 1907، فالاقتراح ما خدش بعد لان الظرف الزمني في الوقت ده والمجتمع ما كانش سامح بده. عمر لطفي تحديدا في الوقت ده كان الشخصيه اللي مفكره من ضمن خمس ست شخصيات مفكرين كانوا بيتكلموا عن حقوق المراه في مصر كلها، وكان اقواهم على عكس الشائع ان كان اسف امين، انه على فكره كانوا في نفس الفتره مع بعض. فرق ايه؟ وده باختصار فرق ان قاسم امين كان تفكيره في حريه المراه شكلي، يعني اول لما جه اتكلم في قضايا المراه اتكلم بشكل شكلي، يعني المراه تقلع النقاب، المراه موضوع الجواز والتعدد، بدا يتكلم في وقت انت في زمن كان لازم الاول اساسا المراه تخرج الشارع. يعني شوف هو بيتكلم في قضيه المراه تنزل الشارع يا استاذ، انت بتتكلم وده كان بيتكلم عن التحرر الظاهري والشكلي فقط، وفي وقت لسه المراه ما خدتش اول حقوقها انها تنزل. اوكي. عكس عمر لطفي. عمر لطفي كان شايف ان المراه لازم تاخد حقها اصلا، تنزل وتخرج وتروح وتشتغل وتروح، مش مشكله اللي يشبك ده دلوقتي. هو لوحده ومرور الوقت ده كان فكر مختلف، وعشان كده اللي انتصر فكر عمر لطفي على عكس الشايع تماما. قاسم امين خسر المعركه،
لكن انصار حقوق المرأة في مصر يعني انتصروا للأسف مين عشان النقاب مش اكتر. يعني السماح للمرأة بدخول مقر النادي الأهلي مرتين في الأسبوع دي كانت إرهاصات لدخول لا ولدخول النساء الى النادي مبدئيا. بص انا هختلف مع حضرتك شويه على موضوع قاسم امين بس ده مش موضوعنا. ما هو مش شفت مع احترامي الشديد هو مش شفت ومش عشان انا مرأة ومش عشان المنظمات الحقوقيه التابعة للمرأة انا بدافع عنها. انا بتكلم من علم وقراءه تمام. هو لم يتحدث فقط على اليشمك ويتحدث عن العديد من الامور ومنها الحقوق السياسيه كمان والتعليم ولكن يمكن بدا بده ف أيوة. مش موضوعنا دلوقتي تمام مش مختلفين خلينا في النادي الاهلي افضل اتفضل. اوكي هو كان الكلام على فكره التحرر مبدئيا في زمن كان المجتمع فيه والرياضه مش وارد هو بدا بمناطق هو انا اقصده هي قالته برضه اللي هو بدا بمناطق مش هي اللي المرأة ما بتخرجش في الاساس فانت بدات بمناطق اصلا شائكه حلو مهم. فبدات سنه 13 تحديدا فكره ان المراه تخش النادي في الحفلات اوكي وكانت الفكره ان هم يخشوا من باب غير باب الرجاله يا اهل الدرجات ويقعدوا في اماكن غير اماكن الرجاله اوكي لغايه ثوره 19 ثوره 19 كانت كانت علامه فاصله في تاريخ المجتمع كله. بص في كل المجالات حتى الفلاحين بدا النظر لحقوق زياده للفلاحين. المراه كانت اول مشاركه وطنيه في تظاهرات كانت في ثوره 19 ومشاركه فاعله تقدر تقول انك انت كنت بتشوف في الشارع قريب قوي من 50-50 ده ما كانش بتنزل اصلا. في الوقت ده كانت بدات الاجنبيات بس هم اللي بيمارسوا الرياضه. فتعمل الاهلي قرر ساعتها يومين في الاسبوع تمارس المراه الرياضه وفي اليومين دول ما يخش الرجاله. اوكي. كانت سنه 22. ده كان تاخر كتير. بس كانت السبب الرئيسي في كل التحول اللي حصل في الثلاث سنين على فكره الثلاث سنين دول هم اللي عملوا التمصير في مصر تمصير الانديه والاتحادات. الثلاث سنين دول غيروا المناخ العام في مصر في كل حاجه ومنها كان دخول المراه النادي. دي بدايه ثقافه مجتمعيه جديده بقى استجدت وكان في اول نادي دخل المراه المصريه على فكره. المراه الاجنبيه كانت بتروح في الجزيره والانديه الاجنبيه عادي جدا ومارس رياضه وكل حاجه. ويمكن لغايه النهارده حتى في النادي هنا السباحه في يومين في الاسبوع للمراه معروفين اللي هم السبت والاربع يعني. بدا بقى النشاط الفعلي للبطله يعني ايه يعني انت بتمارس الرياضه بس ممارسه على مستوى الهوايه مش محترف يعني مش محترفه. فبدا امتى سنه 30 تحديدا مع دخول فريق الباسكت. اوكي فريق الباسكت كان فيه بطلات بقوا علامات اسف يعني الباسكت تلا الحته دي كانت فيه نفيسه الغمراوي. نفيسة الغمراوي كانت أول مصرية تعوم من راس البر لدمياط. أوكي. ودي مسافة كبيرة في الوقت ده، وكان بعد كده لو أنت حضرتك فاكر كان في سباق دايماً بين راس البر ودمياط في السباحة. وأسست فريق الباسكت. هو أنا عظمة كبيرة أي نعم بس مش لدرجة أبقى فاكر سنة 30 حصل. لا في الثمانينات. لا يا بريتس. لا سباق راس البر. مش للدرجات. إحنا بنتكلم في الثلاثينات. لا أنا أقصد أقول لغاية فترة قريبة كان سباق راس البر شغال. أوكي. بتتكلم عن السباق نفسه واستمراريته. كان موجود. اتعمل فريق الباسكت وكان من اعضائه يمكن ناس مشهوره دلوقتي يعني مدام احسان مراد اللي هي كانت زوجه الفريق مرتجي بعد كده. وكانت اختها عائشه مراد ودي والدتها الدكتوره ماجده عز اللي كانت متجوزه الدكتور حسن مصطفى. فده الجيل اللي هو كان جيل بدايه ال دول الرائدات بقى الرائدات. نفيسة الغمراوي تحديدا كانت تاني مصريه تقود طائره بعد لطفيه النادي. فده كانت بدايه القويه جدا. يمكن جه بعدها امينه محمود كانت حاجه مختلفه تعتبر اعظم بطله مصريه في الالعاب كلها. دي كانت بتلعب جميع العاب القوى 100 200 400 اللي عدوا ولعب الدولي كره طايره وسله الله ويا هاند بول كل ده دي كانت شخصيه مختلفه خالص امينه محمود. وكان في موجود برضو في نفس الفتره بعدها على طول دي بص دول رواد فعلا ناديه شريف اللي هي من عائله برضو اتجوزت رياضي في النادي اعتقد اسمه محمود السمان وابنها كان بطل ولعب عالم عمرو السماني كان وليد السماني كان بيلعب سباحه في النادي الاهلي. وطبعا بعد كده ظهر رانيا علواني و طبعا ده في الفتره اللي بقى كمان عندنا يعني. ايناس حقي ايناس حقي كمان في السباحه في الخمسينات خدت بطوله عالم ودي كانت اول مصريه تاخد بطوله عالم.
يعني ايناس حقي كمان في حاجه غريبه، كانت متجوزت بطلت سباحه لما اتجوزت عادل خيري الفنان عادل خيري طبعا تقدر تقول ان النادي الاهلي في مصر هو اللي كان رائد الرياضه النسائيه وبسبب يعني اقول لك اول بطل اول لاعبه اولمبيه تلعب اولمبياد مصريه كانت برضو من النادي الاهلي امينه محمود جميل. فدي دي تقدر دي لما تيجي تتكلم عن 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 الرياضه والمراه في مصر هتلاقي نفسك ترجع لارشيف النادي الاهلي عشان خاطر تتكلم عن وتقول ايه التاريخ اللي حصل في للمراه المصريه. بس يعني بداية يعني مش مجرد مثلا بداية لوجود أو لتواجد نسائي في فرق رياضية مختلفة في النادي الأهلي، كانت بداية مشيت بالتدريج مثلا، لا ده من أول ما ظهروا وهم بطلات بالفعل، يعني حضرتك بتعدد بطلات بمجرد ما ظهروا في الساحة الرياضية وفي تقبل مجتمع ليهم بقى في بطلات على طول، ما مشيوش بالتدريج واحدة واحدة يعني. هقول لك على حاجة، أنا أنت لو هترجع كمان اول فريق كره قدم نسائي اتعمل في الاهلي كان في اخر الستينات وكان المدرب بتاعه كابتن عبد الكريم صقر. يعني حتى الكره النسائيه بدات بدري بس في برضو على فكره مدير الحاجات الغريبه، انت تخيل انت في اول السبعينات والكره النسائيه ما بداتش تاني غير في التسعينات يعني ما حدش في 20 سنه اهملت فيها اهملت رغم من اول فريق. وعلى فكره اول فريق ده قام على اساس بطلات من بقيه اللعبات الاخرى في النادي الرياضات الاخرى يعني هاندي بول على وكان فيهم سباحات وانا اسمع ان سحر منصور لعبت كره قدم نسائيه. بس انت في الاخر بتتكلم حضرتك على ان ايه في فرقه واحده او فرقتين في مصر فبالتالي مفيش مسابقات، وطالما مفيش مسابقه مش هيكون في نشاط وهيموت، ما احنا مش هنعرف نلعب انا وانت لوحدنا على طول واخد بال حضرتك طبعا. بس اللي عايز اقوله في الاخر النادي الاهلي عبر التاريخ في كل نشاط في الوسط الرياضي المصري كان هو رائد فيه، ونخص في الموضوع ده المرأة تحديدا يعني، لأن من أكتر الحاجات اللي الأهلي كان دايما رائد فيها أي حاجة بتكون يعني مثلا زي ما قلنا ثورة 19 أول ما المرأة نزلت دور الأهلي على طول خد مش يعني لقط الدور ده لازم تخش وهكذا ده في كل حاجة وخبر حضرتك ازاي؟ بس كانت مرحلة دسمة قوي يعني وفيها حراك كده سياسي واجتماعي وتغييرات في نظم يعني كانت متوارثة عند يعني أجيال كتير من المصريين. المجتمعات كمان يا كريم فعلا وقتها كانت بتتغير الثقافة فيها يعني بنتكلم بعد تحديدا 1919 الثقافة ابتدت يعني وثقافة خلينا نقول كمان كانت رجعية بشكل كبير قبل يعني جدا. ففكرة هنا برضو مطالبة والنساء ظهرت وبدأوا يطالبوا بالمساواة وزي ما حضرتك قلت نزول المرأة ومشاركتها، وكمان الرياضة دي كانت أصلا مش موجودة يعني مهملة تماما ومش مقبولة اصلا في العائلات الكبيره خلينا الكبيرة. نقول هو لحضرتك ازاي ما هو ده اللي بقوله لحضرتك يعني من الاول المراه في الوقت ده انا اقدر اقول مش كانت مظلومه كانت مقهوره طبعا حلو الاعتراف ده لا ما هو ده لا هو الخلاف على قاسم امين زي ما قلت لك ان هو البدايه غير بدايه عمر لطفي أيوة. عمر لطفي قال انا الاول لما تنزل المجتمع وتمشي وتشتغل ما خلاص هي دخلت اندمجت انما ازاي اطلب من المراه ما بتخرجش من البيت ان انا اقولها لا ليش ما تخرج من البيت هي اصلا انت مخرجه الاول يعني راي حضرتك ايه في فكره هنا بقى البروجرس او التقدم اللي حصل مع المراه بصراحه انا هتكلم في مصر تحديدا من الفتره حضرتك بتتكلم فيها لغايه دلوقتي بقى لان احنا شايفين طفره عظيمه جدا حصلت ويمكن كم وزيره دلوقتي عندنا كتير وفي مجلس الشعب كتير اكتر من 140 كمان النهارده ما يعني هقول لك على حاجه زمان كان ممكن اروح مصلحه ما وانا داخل ابقى متوغوش لو كانت ست ده حقيقه على فكره احنا زمان كنا في الثمانينات النهارده بقى من الطبيعي انت وانت داخل على اي مصلحه ست راجل ما بقاش في دماغ اي حد كونها تتشال من الوعي من الشعور اي حد ده مكسب للمراه خلاص انت داخل على مكان فبالنسبه لك داخل مين مدير المكان فلان او فلانه بقت دي اساسا خرجت من شعور الناس فده تغيير ده اكتر من العدد يعني كونك انت يبقى في الوعي الجامعي انك بتتعامل مع الست
بطريقه طبيعيه زي الراجل ده اكتر من انك تقول فيه كام مدير او كام وزير. طب كانت وقتها المرجعيه ايه عشان يبقى الفكر ده طاغي على المجتمع المصري في زمن كان فيه تواصل ما بين مصر والغرب في صوره وجود جاليات اجنبيه مقيمه في مصر في صوره؟ طبعا حضرتك عارف ان الفتره دي كانت ملتهبه سياسيا، هو الغرب نفسه كان متاخر مع المراه اكتر مننا، بس مش للدرجات. هو بدا قبلنا شويه بس وبشويه مش كتير يعني شويه مش كتير يعني مش كتير بالسنين، مش في مئات السنين والكلام ده، لا هو كان نفس القصه يعني. هو بالعكس، هو في ازمنه قبل كده كانت المراه دورها اعلى يعني، مثلا في كان في ملكات وقت بالظبط كده. التراجع ده حصل قعد بتاع 2000 سنه، بدا الغرب شويه قبلنا بشويه وبعدين. بس هو الغريب ان ده كان حاصل اصلا يعني، غريب. احنا بنتكلم على نص المجتمع. هو هسأل سؤال، وفي عندك دول مرجعيتها قد تكون في مرجعيه دينيه عند المجتمع بتاعها، فشايف ان في اطر معينه لازم تبقى المراه مقيده فيها، لكن بنتكلم على الغرب الغريب والتحرق. انا الغريب امتى ظهر اليشمك؟ انا ما عنديش فكره يعني، دي برضو حاجه مش قادر. هي مش حاجه مصريه نقدر نقول يعني، هي حاجه غير مصريه تماما. مصر ما فيهاش هذه الصور، ولكن كانت موجوده عندنا في الشارع. اظن بدايتها ممكن يعني ربما، لكن ليست مصريه ده بالتاكيد. لكن هي في الاخر اللي حاصل في الفتره دي انه لا، هو بص هقول لك على حاجه، الفتره دي كمان اللي اتكلمت عليها في العشرينات كانت فتره انفجار في الوعي. حتى اقول لك على حاجه، في الادب، في الفن طبعا، في الناس تبدا تطير ركوب الطيران، الاغنيه بدايه. بص اللي احنا عشنا فيه فتره كبيره قوي مع ام كلثوم وعبد الوهاب كان في الفتره دي، كان بداياته بقى، بداياته في الفتره طبعًا دي طبعًا. سيد درويش، ويرم التونسي، ويرم التونسي طبعًا. عمالقه الفنانين ظهروا في الفتره ديت، وهم انت انا عايز اقول ايه، وعمالقه الصحافه بالمناسبه كمان، كل حاجه. اه انت هقول لك على حاجه غريبه، واحنا بندرس زمان الشعر في الثانوي احنا درسنا ان في حصل 500 سنه لانحدار الشعر والادب. ودي كانت حاجه غريبه انك فجاه يطلع علي الجارم ورا احمد شوقي وحافظ ابراهيم بعبقريه. منين يعني ايه؟ ازاي يعني منين هذا؟ احنا درسنا الشعر اللي كان في العصر المملوكي والعثماني، ده شعر منحدر تماما لمصريين، مش هم اللي، انا يعني بتكلم على العصر السياسي، لكن هم اللي كمصريين الشعر منحدر جدا. فجاه تلاقي نفسك دخلت مع علي الجارم ودخلت مع حافظ ابراهيم في عبقريه. مفيش ايه؟ مفيش تدرج. واخد بالك حضرتك ازاي؟ قفزه كبيره. وبرده ومع شعراء المهجر في نفس الفتره. لا الفتره بتاعت العشرينات دي، وطبعا هو قبلها علي الجارم من قبلها. الفتره بتاعت العشرينات تحديدا فعلا من ثوره 19 وانت جاي. وكمان بص، فتره من 1900 وانت طالع حصل حاجه شويه، الوطنيين والناس اللي جت من فرنسا في البعثات شافوا ان فجاه جميع كل حاجه في مصر، بدا الانجليز بعد ما خلاص سيطروا وتمكنوا بداوا يخشوا في كل حاجه، جميع المشاريع وكل حاجه بقت انجليزيه، فبداوا يفوقوا، نعمل الجامعه، نعمل بنك، نعمل كذا، نعمل كذا. الناس دي كلها حصل، بص اي نهضه بيحصل صناعيه او زراعيه او غيرها دايما بيكون وراها امال واحلام، بتحصل معاها ارتفاعات في الادب والفكر وفي الكتابه. انا عايز اروح معايا حضرتك دلوقتي للاسف بيج لنقطه مهمه بقى جدا، واعتقد تهم الجمهور دلوقتي بيتفرج علينا. زي ما احنا قلنا النادي الاهلي دايما سباق، ودي حقيقه على ارض الواقع. عايزين نعرف منك قصه مثلا عن دعم المراه المصريه في الرياضه مثلا لكابتن صالح سليم. يعني اكيد كلنا عارفين الروايات وعارفين قد ايه برضو وقتها كان في سيدات كتير بيلعبوا رياضه وبيمارسوا رياضه في النادي، بس خلينا لو انت عندك قصه زي كده قول لنا ايه كانت دايما رسائل كابتن صالح سليم مثلا. لا انا بالنسبه للمراه، بص انا اقول لك حاجه، اكتر رئيس نال دعم السيدات في النادي حتى في الانتخابات كان صالح سليم. ده هو كان معشوق الجميلات عشان كده انا بسالك يعني. هو غير الدعم يعني، هو كان حد جميل طبعًا. وبعدين كان له كاريزما مختلفه جداً شويه جدا. صح. فكان دايما الكابتن صالح سليم كان دايما يعني، هو دخل انتخابات حوالي 4 مرات، كم؟ 73 و76 و80 و84 و88 كل الفترات دي كابتن. وبعد كده لما رجع تاني في 92 كابتن صالح
كان يمكن الاصوات النسائيه يمكن اكتر. كابتن صالح ما كانش بينزل بدعايه زي الناس كلها يعني، فكان دعم المراه للكابتن صالح والعكس صحيح يعني فعلا كان موضوع متبادل فعلا يعني، هو كان بيدعم هذه القضية أصلاً. وفي الرياضة كانت باينة في النادي وفي نفس الوقت على الصعيد الثاني هم كانوا بيحبوه جدا. بيحبوه جدا يعني هو بص كابتن صالح كان كل الناس كل النادي بيحبه يعني، هو شخصية استثنائية بالمعنى الحرفي للكلمة الحقيقة. فيعني أولا احنا بنشكرك جدا أستاذ محمد على وجودك معانا النهاردة، اتكلمنا معاك في موضوعات شيقة وفترة زمنية دسمة وكانت يعني مليانة تفاصيل كتير، وأكيد التفاصيل دي هتحتاج إن احنا نتكلم عنها بقى في حلقات قادمة إن شاء الله. فبنشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا النهاردة. الله يكرمك فندم. شكرا لحضرتك يا فندم. وهنروح دلوقتي فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. ختامها مسك بقى زي ما بيقولوا، منورنا واحد من نجوم الأهلي السابقين وتحديدا في حراسة المرمى، وهو كمان يعني ليه العديد من التجارب خارج الأهلي، وخلينا كده نعرف التفاصيل أكتر. هو كمان مدرب حراس يعني منتخب الشباب حاليا، كابتن إيهاب جلال حارس مرمى الأهلي السابق. صباح الفل. صباح الخير وصباح صباح الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين، وأنا مبسوط بصراحة. وإحنا كمان والله يا كابتن مش بقدر انبساطنا إحنا، لأن إحنا قاعدين دلوقتي يعني مع شخصية رياضية قوية وفاعلة وليها انجازات وايادي بيضاء كثيره جدا مع النادي الاهلي. انا اتفق مع نهاوند ساعه لما كنا في الفاصل بتقول لحضرتك ما ينفعش تكون معانا وما نبتديش بالبوم الذكريات اللي اكيد دسم ومليان تفاصيل كتير يعني. طبعا انا بدات وانا صغير جدا، كنت في النادي الاهلي وانا عندي حوالي 12 سنه. لعبت في مدرسه الكره سنه، وبعد كده لعبت المسابقات. تدرجت طبعا في مرحله الناشئين، لعبت منتخب الناشئين، منتخب الشباب، منتخب عسكري. كابتن جوهر الله يرحمه وكابتن حازم كرم طلعوني الدرجه الاولى. هو صعب قرار تصعيد، صعدوني وانا عندي تقريبا 18 سنه، لعبت مع الدرجه الاولى. كان طبعا في كابتن ثابت الله يرحمه وكابتن اكرامي وشوير مع حفظ الالقاب طبعا. كانت من اسعد فترات حياتي بصراحه. انا طبعا ما لعبتش كتير، انما كنت مع ناس اقوياء جدا، ومش اي حد كان يقدر يشتغل مع الناس دي او يقدر يلعب مع الناس دي، لان كانوا اقوياء جدا 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 يعني. اما بتشوف ثابت البطل الله يرحمه او كابتن اكرامي او شبير، لا حاجه بتتكلم على ايقونات حاجه المرمى. وبصراحه انا لغايه دلوقتي بقولها في اي حته بقولها، اللي ما لعبش مع الثلاثه دولت ما لعبش كوره في حياته، او ما شافش حراسه المرمى في حياته بصراحه يعني. مع احترامي للناس اللي بعديها، حضري وشناوي ونادر السيد وحسين يعني في ناس كتير جدا كانوا كويسين جدا، انما الثلاثه دول بالذات ليهم ايقونه تانية خالص. اصل زمانهم نفسه هو يعني يعتبر ايقونه قويه جدا، وكان في ساعتها حراس مرمى في افريقيا عاليين جدا، زي نكونو، زي انطوان بيل، زي الزاكي. لا حاجه كانت رائعه جدا، وكانت الناس دي مميزه يعني. ثابت وكرامه كانوا مميزين جدا جدا في افريقيا بصراحه مع الناس الاقوياء جدا يعني. انا بعتبر نكونو من افضل حراس مرمى العالم، وكان موجود ثابت البطل واكرامي في الوقت ده قبل شبوت حتى ما يلعب بشويه، من سنه 82 لغايه 84. لا كانت حاجه قويه جدا جدا جدا، وما كانش حد يقدر يجي جنب الناس دي. وانطوان بيل ده كان حصان بيطير، حاجة ما كانش بني ادم بيطير، كان حصان بيطير، وكان حاجه جديده بالنسبه للدوري المصري يعني. طبعا. واحد زي دوت كان بيعمل حاجات اكروباتيه اكتر من حراس المرمى. فيعني كانت فتره بالنسبه لي كانت رائعه جدا، ويعني كنت يعني ما كنت بتمرن مع الناس دي واروح البيت انا هو بقول اصلا. ده سؤالي، هو حضرتك قبل ما تنضم اكيد كان حلم، وكان في زي ما حضرتك قلت رموز عظيمه زي دي موجوده في النادي. ففكره بقى ان انا هنا الحلم بقى حقيقه، وانا دخلت الفريق وبقيت وسط الناس دي اللي انا كنت بحلم ان انا ابقى معاهم. فانا عايزه التجربه دي برضو، مش عايزين نسكبت او نعديها يعني. انا لعبت كمان مع كابتن خطيب يعني. طبعا والحوارات اللي دارت كابتن ايهاب. بص حضرتك، انا كنت الاثنين ثابت البطل واكرامي وشبير كانوا ناس في منتهى الاخلاق يعني، حاجه رائعه جدا جدا، وكانوا يساعدك. انا كنت صغير جدا بالنسبه لهم، بس كان يدي لك المشوره كويسه، ما يضللكش يعني، يديك كل حاجه معلومه مظبوطه جدا. عشان كده انا كنت مميز في الفتره دي، حتى انا كنت رقم ثلاثة او أربعة، كنت رقم أربعة بالنسبه لمصر يعني. بالنسبه كنت مصر كنت مشهور جدا يعني، كنت امشي في الشارع الناس تعرفني. مع احترامي دلوقتي في حراس مرمى بيلعبوا اساسيين في انديه، لو مشوا في الشارع محدش يعرفهم الامانه يعني. مع ان دلوقتي الميديا اكتر، السوشيال ميديا اكتر، زمان ما كانش فيه غير القناه الاولى والثانيه والثالثه تقريبا يعني. فكان الموضوع كان صعب، بس انا
كان بيجي لنا في واحنا في النادي الاهلي كان بيجي لنا جمهور مثلا في كل تمرين اقل جمهور حوالي 10,000 متفرج. 10,000 متفرج في التمرين. ولما بقى بتلعب نهائي زمالك او افريقيا او بتاع لا لا الاستاد ده بيبقى مقفول مصر كلها بتبقى حقيقه يعني الاستاد بيبقى مقفول لغايه كوبري قصر النيل الدنيا كانت مقفوله خالص. فكنا بصراحه يعني انا يعني الفتره دي ما عمري ما نسيتها في حياتي وعمري ما هنساها لاني انا كنت مع ثلاث رموز بصراحه من افضل رموز الكره المصريه وحراسه المرمى في مصر وافريقيا طبعا للامانه يعني. ف الحاجة يعني أنا مش قادر أوصفها لأني أنا كنت سعيد جدا 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 والباشن يعني. أصلا لسه حد دلوقتي تحس إن الموضوع يعني فعلاً حضرتك دلوقتي بتلعب مثلا في الأهلي حقيقة لأني أنا عمري ما أنسى الثلاثة دولت يعني عمري يعني ثابت البطل ده حاجة الله يرحمه وتاريخ طبعا لا حاجة طبعاً. يعني والله العظيم اللي كان قريب منه يعني يزعل قوي لو هو مش موجود دلوقتي كفايه تفانيه لغايه لما توفى المنوال يعني قصه المنوال جوزيه يقول له روح يقول انا مع في المعسكر مع الفريق يعني راجل بطريقه كبيره كان طول عمره ثابت وطول عمره بطل وبطل حقيقه فعلا الكلمه فعلا اسمه على بالظبط زي ما حضرتك قلت كده كابتن اكرامي نفس الكلام شوبير يعني كل الناس دي بصراحه انا اتعلمت منهم حاجات كتير جدا لغايه النهارده انا ماشي بيها في حياتي انا ماشي بيها لان الثلاثه دولت بصراحه ادوني معلومات صعب ان حد ياخدها والاهم ان حضرتك ممشي عليها كمان الاجيال الجديده حقيقة. اللي حضرتك مسؤول عنها وبتدربها بص حضرتك انا اتربيت مظبوط جدا في النادي الاهلي النادي الاهلي كان بصراحه غير اي نادي تاني يعني انت بتتربى في النادي الاهلي على قيم ومبادئ لغايه النهارده مرسوخه للعيبه كلها يعني حتى اي لعيب بيجي النادي الاهلي ما بتحسش ان هو غريب عن النادي الاهلي لانك يعني بتخش في المنظومه دي حطها مثلا التيتش كابتن تيتش مختار تيتش بص حضرتك تم توارثها بقى خلاص يعني لغايه يوم القيامه لان النظام في النادي الاهلي انت بتتبعه اوتوماتيك يعني ما بتخرجش عن السياق يعني فعشان كده النادي الاهلي ما بيكسب عشان في نظام في النادي الاهلي الناس بتتوارث النظام والقيم والمبادئ اللي موجوده في النادي الاهلي الحقيقه يعني فالحمد لله يعني انا مبسوط ان انا كنت في المنظومه دي يعني بصراحه يعني طب نروح فاصل يا كابتن ايهاب سريع جدا ونرجع نكمل محاضراتكم يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه عوده العشاء الصبح في الاهلي وضيفنا العزيز المحترم صاحب التاريخ المضيء القيمه والقامه كابتن ايهاب جلال بنجدد التحيه والترحيب بحضرتك مره ثانيه وقفنا في الكلام فين بقى؟ عند اي تفصيله اصل احنا الكلام خدنا برضو الجديد بالذكر احنا شويه كلام على مزاجكم اثناء الفاصل ده وكلام عن زمن بجد كان ليه خصوصيه شديده صحيح لا زمن رائع جدا ما تشوف معاك في الملعب كابتن خطيب كابتن مصطفى عبده علاء ميهوب طاهر ابو زيد لا كانت نجوم كلهم كانوا نجوم يعني كل واحد في الفرقه كان نجم بصراحه يعني كل واحد منهم كان فرقه لوحده كان فرقه لوحده للامانه يعني فشوف بقى الكوكبه دي كلها ثابت البطل اكرامي شوبير حماده صدقي محمود صالح ربيع ياسين طبعا يعني حاجه كل واحد في الفرقه كان قيمه وقامه بصراحه يعني فالزمن ده عمره ما هيرجع تاني يعني كنا بنتكلم في الفاصل عمر الزمن ده ما هيرجع تاني لان زمن بصراحه يعني انا شايف ان زي اي زمن عدى زي الفن زي الغنى اللي فات ده كله كان قيم قوي كان قيم جدا والناس كانت راقيه جدا حتى الشعب كان راقي جدا 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 كل واحد ماشي على حسب المنظومه كلها يعني منظومه البلد ماشيه كذا بتمشي كلها اعتقد الايام دي هتعود كابتن ايهاب لان دلوقتي لما يبقى في سيستم صح هيبقى في تطبيق صح هيبقى في تغيير نتمنى والله نتمنى يعني كلنا ملاحظين برضو خلال السنوات اللي يمكن السنتين ثلاثه اللي فاتوا في تغيير الى حد كبير جدا عن السنوات اللي فاتت في الاخلاقيات حتى يعني ابتدى شويه والله اكيد طيب اروح بقى مع حضرتك الملف الاهم نرجع بقى للواقع تمام. شويه واحنا عندنا مباريات في غايه الاهميه بنتكلم عن الدوري بنتكلم عن افريقيا بس قبل ما نخش في التفاصيل انا عايزه اروح مع حضرتك صراحه وكيف كده بنرى دلوقتي اداء الاهلي لان لو قارنا بصراحه بالدوري الماضي اكيد كان في اختلاف شديد جدا والبطوله الافريقيه الماضيه 2021 مع الاهلي ازاي حضرتك بتشوف برضو الوضع مع موسيماني ومع الفريق طبعا احنا عارفين في غيابات وفي اصابات والكلام ده كله واضح لكن برضو في الوضع الحالي حضرتك بتشوف ازاي بص حضرتك المباراه بالذات المباراه الاخيره هي الحاجه الملاحظه جدا في المباراه الاخيره اضاعه الاهداف بطريقه كبيره جدا جدا ولازم الجهاز الفني للنادي الاهلي يعالج الحته دي ياخد الفراوده لوحديها
اللي هم بيلعبوا على الجون اكتر لازم يعمل لهم تدريب اكتر ليهم عشان يبقى عندهم ثقه ان هو يبقى في يهدف كتير. لان ما ينفعش ان النادي الاهلي يجي له 10 فرص يجيب منها جونين بس. يعني ده اللي مش كويس. انما النادي الاهلي بيجي له 10 فرص او 5 فرص يجيب 3 او 4 ده يبقى المجمل منه كويس. انما الماتش اللي فات بصراحه عدد فرص الاهداف كتير جدا جدا ضاعت عشان كده والماتش طلع تعادل. يعني انت ليك عندك دلوقتي مشكله ان النادي الاهلي لازم يكسب او ما يخسرش من فيتا كلاب في مباراه جايه ما ينفعش انه يخسر فيها. سيمبا التنزاني لازم هنا تكسبه والسودان برضو لازم تكسب فيه. لا يعني على اساس انك تخش برضو في الادوار اللي جايه. انما في مشكله دلوقتي. المشكله دلوقتي ايه؟ ان اضاعه الاهداف كتير جدا وانا شايف ان مفيش يعني مفيش استقرار في بالذات في الفراوده في التشكيل الفراوده بالذات. يعني قبل ما يجي بواليا كان محمد بواليا شريف كان محمد شريف بيلعب وكان ماشي كويس جدا وبيهدف وكان هداف تقريبا للنادي الاهلي وابتدى يخش في هدافين الدوري. انا اما جه بواليا ابتدى موسيماني يغير كتير في حته الفراوده فدي في مشكله دلوقتي. لازم في تثبيت في التشكيل عشان النادي الاهلي يرجع لرونقه اللي احنا عارفينه. في حاجه تاني. الدوري احنا اعتقد ان احنا ماشيين برضو فيه كويس ما فيش مشكله. المباريات اللي متاجله لو احنا اللي لعبناها كلها هنبقى في اول الدوري وده طبيعي جدا في النادي الاهلي. انما احنا دلوقتي بنتكلم في موضوع افريقيا يعني في مشكله دلوقتي. المشكله لازم ان احنا الماتش احنا محتاجين حوالي تقريبا من الثلاث ماتشات الجايين حوالي 4 أو 5 نقط يعني. وده طبعا مش صعب على النادي الاهلي انما لازم يكون في تركيز ولازم يكون في ثبات في التشكيل بالذات في الخط الامامي للفراوده للنادي الاهلي. وده ان شاء الله يعني اعتقد ان لو 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 الامور مشيت بالطريقه ديت اعتقد ان النادي الاهلي هيخش في المرحله بتاعته يعني اللي هي انه يبقى بطل افريقيا وبطل الدوري مكانه الطبيعي يعني مكانه الطبيعي بالظبط كده. بس هو يكون في بس ثبات في التشكيل بالذات في الفيرود في القدام في الفيرود في الخط الامامي وطبعا الخط الخلفي ونص الملعب اعتقد ان هو ما فيش مشكله فيه. انما هو الخط الامامي اللي فيه مشكله في بواليا محمد شريف مروان محسن كل الحاجات دي لازم تتظبط والامور هتبقى كويسه يعني. يعني حضرتك بتشوف مثلا هسال السؤال الافتراضي ماتش الاسماعيلي القادم حضرتك بترجح ان احنا نبدا بمحمد شريف مثلا؟ يعني انا من وجهه نظري انا من ساعه قبل بواليا حتى ما يجي او بعد ما جه انا بقول محمد شريف هو اللي يبتدي. تمام. لان الولد بادئ الدوري بادئ مع النادي الاهلي عارف اصول عارف ايه اللي بيحصل في الفريق فانا اعتقد ان هو لازم يبتدي بيه ويثبته. يعني انا شايف كده. هو يعني انا شايف بصراحه ان هو افضل من بواليا في الوقت الحالي. يعني بواليا لعيب كويس وكل حاجه مفيش مشكله خالص وصفقه للنادي الاهلي كويسه. انما انا شايف ان محمد شريف بادئ الدوري يبتدي ويغيره مفيش مشكله. انما هو لازم مش كل مره بواليا مره شريف مره مروان محسن مره يعني في لخبطه شويه في التشكيل في الجزء الامامي للنادي الاهلي. انما ده لو تثبت انا شايف ان الموضوع هيبقى احسن كتير. يعني هو يعني اكيد الموضوع يعني في مساحه اكيد للاختلاف في وجهات النظر ممكن يبقى طبعا هو في الاول وفي الاخر اكيد بيكون قرار المدير الفني والمتوقع ان يكون عنده مبرراته عنده اسباب خلته يجري هذه التحركات اللي اثارت تساؤلات ودهشه الكثير من المشاهدين. احنا بنتكلم كده طبعا استاذ كريم عشان ايه برضه احنا بنسمع كلام من بره اكيد يعني احنا بنسمع كلام من بره فاحنا بنقوله طبعا ومن وجهه نظر ومن وجهه نظر حضرتك ومن وجهه نظر حضرتك طبعا احنا بنتكلم انما ما فيش احنا ما نعترضش على حاجه احنا ما بنعترضش احنا بنتكلم احنا مشجعين النادي الاهلي وبنحب النادي الاهلي فعايزين النادي الاهلي في افضل صوره. واحنا برضو من وجهه نظري انا كمدرب انا بشوف برضو زي ما قلنا الكلام ده من الاول ان يبتدي محمد شريف لان هو بادئ الدوري هو عارف اللعب كويس يعني وبعد كده نغير ما فيش مشكله خالص. انما الموضوع لازم يكون ماشي فيه استقرار في الخط الامامي للنادي الاهلي. جميل. احنا سعدنا وتشرفنا جدا جدا بوجودنا مع حضرتك وكان للاسف احنا محكومين بمده زمنيه لا تتناسب مع حجم يعني الكلام الحلو اللي حضرتك بتقوله. ربنا يخليك في مقابلات ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله طبعا ده بيت حضرتك ده مكانك مكان كل اهلاوي بيشرفنا حقيقي التواجد يعني. وكده الحلقه خلصت كلها خلصت. انا بشكر حضراتكم انا وكريم اكيد على المتابعه. بكره ان شاء الله اخبار جديده وفقرات جديده و10 الصبح في الاهلي.